الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في سهره جديده من الاهلي في رمضان على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد بكون مع حضراتكم. في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين، بمناسبه عيد الفطر المبارك. خلاص تم الاعلان ان شاء الله بعد بكره الخميس عيد الفطر المبارك، اعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا كابتن ايسم، وكل سنه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان طيبين وبخير، وكل سنه والامه الاسلاميه والامه العربيه كلها بخير يا رب العالمين. طبعا حضراتكم تابعتوا معانا امبارح اكيد مباراه القمه الاهلي والزمالك اللي انتهت 1-1. لينا كلام كتير جدا محتاجين نقوله عن مباراه امبارح، هنبتديه مع زميلي العزيز اسامه. اتفضل يا اسامه. حبيبي يا كابتن، امبارح طبعا خلينا نتكلم على في امور فنيه وفي امور رقميه. انا بشوف ان الايجابيه من مباراه الامس ان انت قدرت ان انت في الدور الثاني تخلي المواجهات المباشره مع المنافس على الدوري افضل ليك، فزت الدور الاول وتعادلت الدور الثاني، وثالث مباراه على التوالي بدون هزيمه امام الزمالك. نتيجه المباراه اكيد محتاجها الجيل الحالي ان هو يرسق فكره عدم قدرة المنافس على انه يفوز عليك. اتقدمت بهدف ولكن للاسف ضاع منك ثلاث نقط او ضاع منك نقطتين بعد تعادل نادي الزمالك. فنيا الامور كانت الى حد بعيد متكافئه، واعتقد النادي الاهلي رقميا التعادل بيصب في مصلحته لان لنا مباراتين مؤجلتين لو فزنا فيهم ان شاء الله، وان شاء الله نحقق الفوز فيهم نعتلي صداره الدوري بفارق نقطتين، فبالتالي اجمالا هي النتيجه لصالح النادي الاهلي. بالتاكيد عندنا بعض السلبيات ولكن عندنا ايجابيات كتيره جدا. يمكن خلاص اتعودنا او بدر بنون رجع لمكانه، لاعبين كتير رجعت لمكانها، وايمن اشرف بالظبط، وان كان ايمن اشرف محتاج يكون في مستواه لكن في النهايه بقى متواجد لمباراه صن داونز، وده المهم ان انت دخلت مباراه صن داونز يا كابتن هيثم بمعنويات على الاقل قادر تحافظ عليها وتفوقك المعنوي على المنافس. اكيد. وخلينا استعرض معاك ومع الساده المشاهدين برضو الحقيقه في شويه ارقام كده كانت رقميه عن مباراه امبارح، الحقيقه ممكن تدينا انديكيشن او مؤشر عن سير المباراه للي ما شافهاش او اللي شافها، بتترجم الارقام والارقام لا تكذب. يعني خلينا نقول انه مثلا هنتكلم عن الاستحواذ، مثلا الاستحواذ 51% للنادي الاهلي 49% لنادي الزمالك. خلينا نتكلم عن المحاولات، 10 محاولات للنادي الاهلي 12 محاوله لنادي الزمالك. خلينا نتكلم عن المحاولات على المرمى، 3 للنادي الاهلي 6 لنادي الزمالك. بس هنيجي للمؤشر القادم اللي محتاجين حضراتكم يعني الارقام يعني مع حضراتكم على الشاشه. خلينا نتكلم على الاهداف المتوقعه اللي هو الرقم 4 من فوق. الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي 1.5 تقريبا، ونادي الزمالك 1.27% بالظبط، يعني 1.2 تقريبا. دي يعني بتدي مؤشر لخطوره الهجمات بتاعت النادي الاهلي، وان النادي الاهلي كان يقدر يحط جون ونص في المباراه، انما نادي الزمالك كان اقرب من الناحيه التفاعليه من نادي الزمالك بالظبط. دقه التمريرات 83% نادي الاهلي، 80% نادي الزمالك. العرضيات 16 19 16 نادي الاهلي 19 طبعا نادي الزمالك. واسامه اكيد عندك تعليق على هذه الارقام. هو بالتاكيد احنا امبارح يعني وصلنا حوالي 500 تمريره، وده اللي كان متابعنا كنا دايما بنتكلم عن فكره اهلي رينيه فايلر او اهلي موسيماني وفكره الاستحواذ والسيطره على الملعب. حابب اقول نقطه مهمه جدا في فكره الاستحواذ، في مباريات في لعبناها في الست مباريات اللي كانوا بين مباراتي القمه الاهلي والزمالك كنا بنفتقد فيهم الاستحواذ، ودي كانت لاسباب مرتبطه بعدم تكافؤ الفرص مع المنافس في المباراه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان فريق المصري رايح قدام النادي الاهلي فتره حوالي 12 يوم، فبالتالي كان هو عنده القدره البدنيه في الالتحامات، عنده القدره البدنيه ان هو يضغط عليك ضغط عالي من بدايه المباراه، عنده القدره ان هو يستحوذ على المباراه. لكن لما يجي نادي زي نادي الاتحاد السكندري مثلا بيلعب او لعب قبلك مباراه قبل مباراته معاك باربع ايام، نادي الزمالك لعب المباراه اللي قبل مباراتك في نفس توقيت المباراه اللي قبل مباراته، فبدات الاستحواذ وبدات قوه النادي الاهلي في الاستحواذ تبان. دي كانت نقطه مهمه جدا كنا اشرنا ليها، هي فكره ان تكافؤ الفرص مش بس يكون مع الزمالك، لا كمان كان تكافؤ الفرص مع الانديه اللي انت لعبتها او الست الانديه اللي انت لعبتهم بين مباراتي القمه كان هم بياخدوا فترة راحة أطول. أعتقد ماتش صن داونز لعبوا يوم 9، فده هيكون إلى حد بعيد في تكافؤ، نتمنى التوفيق فيه لنادي الأهلي إن شاء الله. لكن أنا عندي نقطة مهمة جدا ومستغرب الحقيقة إن البعض بيتجاهلها، وعشان نكون أمناء أنا جيت هنا
بعد الفوز اللي في الدور الأول 2-1، وقلت إن علي لطفي أنقذ التحكيم المصري في القمة، وقلت إن ركلة الجزاء اللي اتحسبت على النادي الأهلي ركلة جزاء مش صحيحة 100%، وكمان قلت إن الكابتن سمير عثمان والكابتن أحمد الشناوي حاولوا بشتى الطرق إن هم يقولوا إن دي ركلة جزاء فنمشي مع قرار الحكم. امبارح وقعة غريبة جدا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، دي كرة ركنية، سيبك من فكرة شد الونش لبدر بنون، ركز على رجل أبو الفتوح مع رامي ربيعة. الكرة دي وقع فيها رامي ربيعة حوالي دقيقتين، وأعتقد الدهس الرجل واضح جدا، شايف يا كابتن هيثم ما فيهاش أدنى كلام، ودي كمان ما هي مش محتاجة تكبير والله، بس خليني أقول لك حتة مهمة جدا للسادة المشاهدين، الفرق بين الصورتين، الصورة دي صورة فوتوغرافي، يعني اللي مصورها مصور داخل الملعب. الصورة التانية يا جماعة بعد إذنكم هاتوها، دي من المباراة، دي من كاميرا المباراة بالظبط، يعني إذا الزاوية دي كنت تقدر تشوف منها كويس أو ضربة الجزاء بالظبط. وهنا علامة استفهام كبيرة جدا، إن لازم حكم الفار وهو عنده التولز والأدوات اللي يقدر بيها يشوف كل الزوايا كان لازم يوقف المباراة ويقول يا جماعة تعالى يا حكم شوف الكرة دي ويت أند سي، وشوف الكرة دي فيها شك، ولكن ده ما حصلش بالزبط. اللي حصل ان الحكم او الكابتن محمود عاشور تجاهل الكرة، برغم ان احنا عندنا 15 كاميرا والمفروض ان في زوايا كتيرة جدا اتعادت منها كرات، يمكن كرة مجدي قفشة اللي في الشوط الاول لعبها ببطن رجليه اتعادت حتى من فوق الشبكة، يعني عنده قدرة على انه يشوف الكرة بشكل او باخر. الاهم كمان ان رامي ربيعة سقط للعلاج حوالي دقيقتين، وكل ده والكابتن محمود عاشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، لم يتدخل إطلاقا. وهنا السؤال، لماذا دايما يكون الفار غير موجود في مباريات النادي الأهلي؟ شفنا مباراة الأهلي وغزل المحلة ركلة جزاء واضحة لمحمد هاني، نفس الحكم محمد معروف في مباراة للمقاولين حسب ركلة جزاء أقل وطأة أو أقل اصطدام من اصطدام مدافع غزل المحلة بمحمد هاني، وبالتالي فكرة إنقاذ التحكيم المصري للقمة بيرجع الفضل ليه دائما في المباراتين للنادي الأهلي، سواء علي لطفي اللي تصدى لركلة الجزاء محمود علاء اللي له مع ماتشات القمة دور بارز جدا الفترة الأخيرة، أو امبارح إن المباراة خرجت بالتعادل وكان لينا ركلة الجزاء كنا نستحق الفوز. ولكن مش ده بس الخطأ اللي في التحكيم، الحقيقة برضو لفت انتباهي في المباراة كابتن هيثم. الأول عايز أسألك سؤال ونساله لبعضينا على الهواء قدام الساده المشاهدين، الكره دي ما كانتش تفرق في سير المباراه؟ طبعا ركله جزاء، يعني ده واضح جدا. يعني بص، دايما لما بيجوا يقولوا تقييم الحكم، احنا بنقيم الحكم في الاخطاء الجسيمه، اعتقد ركله الجزاء من الاخطاء الجسيمه اللي بتنزل بدرجه الحكم من المباراه. بس للامانه دي مش ركله جزاء يشوفها امين عمر، صعبه جدا على امين عمر، انت لو سالنا فيها حاجه نسال الفار. طب اسالك سؤال تاني، هو كابتن محمود عاشور طبعا، ماذا لو كان العكس؟ لا، لو كان العكس كان التحكيم المصري مش هيشوف خير خالص في مباراة القمة. عشان كده أنا قلت النادي الأهلي لتاني مرة بينقذ التحكيم المصري، وإذا كان في حد المفترض ياخد التحية على فكرة إن عدى الأمر بفكرة التحكيم المصري بر الأمان فهو النادي الأهلي، وخسرنا نقطتين بسبب التحكيم المصري في مباراتي القمة. لو كابتن زي ما كابتن هيثم بيقول، لو كان الموضوع عند نادي الزمالك أعتقد كان الموضوع هيبقى صعب وقاسي جدا، لدرجة إن هم أساساً في الفاول على اشرف بن شرقي مع بدر بنون كانوا عايزين ركله جزاء للزمالك، ما بالك في دي؟ صحيح، فالامر صعب جدا. انا بس ليه بتساءل هذه الاسئله؟ لانه طبعا احنا بنشارك حضراتكم معانا واحنا بنتساءل، ولكن بنتساءل في نطاق المصلحه ونطاق اللي احنا شايفينه من الحق وشايفين بالمنطق اللي بيحصل. ده عندنا كمان خطا كابتن هيثم اللي انا بقى بتكلم فيه، وهي فكره ان الحكم مش مركز. لو نعرض الصوره، فكره المساعد في الشوط الاول، دي كرة للمساعد في الشوط الأول، أنا هنا مش بتكلم فكرة تسلل من عدمه، هي وارد جدا أو بنسبة كبيرة فيها تسلل، إحنا ما رجعناش للفار، لكن بروتوكول الفار بيقول لك إيه؟ ويت أند سي، يعني شوف الكرة الأول تخلص بإيه وبعد كده ارفع الراية. الحقيقة الكرة دي الحكم مش واقف مظبوط، واترفعت الراية بسرعة وأمين عمر صفر بسرعة، بعدها كرة تانية نفس الكرة بالظبط، الحكم المساعد يوسف البساطي بص هنا دايره على الحكم مساعد كابتن هيثم، اصلا بعيد خالص عن فكره لاخر مدافع ولا حتى مع مهاجم، واقف غلط اطلاقا، زاويه مش مظبوط، هو تقريبا كان واقف مع كارتيرون، يعني مش هو واقف مع كارتيرون. هنا بقى نيجي للشوط الثاني، يمكن هو كان في غلط ان هو امين عمر صفر على طول، دي كره حميد احداد، بغض النظر هي تسلل من عدمها برضو الكره دي، هنا بقى كان الويت اند سي، وهنا اتطبق بروتوكول الفار، وهنا استنى لما الهجمه كملت بتاع حميد احداد وبعد كده رفع الراي، وبعد كده رفع الراي، وبعد كده امين عمر صفر. ارجع لي بعد اذنك كده بقى، هنا السؤال، ليه المعيار الواحد مش موجود حتى في المباراه؟ يعني المباراه الواحده بالظبط، مع مساعد واحد بالزبط، اللي هو الكابتن يوسف البساطي. فده طبعا كابتن اخطاء تحكيم لازم نشكر النادي الاهلي عليها، ونتمنى استجابه لقرارات للنادي الاهلي بالتحكيم الاجنبي لمباراته في المباراه الحساسه. وخليني اقول لك برده، مش دي بس كانت اللقطه الوحيده او الكومنت الوحيد لينا على
التحكيم واللي كان هتبقى ليها دور كبير جدا. ولكن اعتراض امبارح الونش على الحكم طبعا أمين عمر، اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي وكلنا شفناها في أي حتة في العالم ده هيكون إنذار. لما يبقى عندك في الفرقة اللي بتلعبها مساك مهم زي الونش وبياخد إنذار في توقيت معين، أكيد بيبقى أداؤه بيختلف بعد كده لأنه بيبقى خايف ياخد الإنذار التاني. طبعا الاعتراض كان واضح ويعني ما فيش شك، كارت أصفر على طول بدون تفكير، يعني بدون تفكير. ولكن الموضوع ما مشاش زي ما كده، وحتى يعني الاعتراض فيه حدة وفي بأسلوب أصلا يعني لو في العادي على طول يطلع الإنذار، ولكن ما شفناش امبارح الإنذار. وده برضو من القرارات اللي احنا شايفينها برضو أثرت بشكل كبير على سير المباراة. وأكيد بيكون عندك مساك مهم بياخد إنذار بدري في المباراة أكيد بيفرق مع مهاجمينك كتير جدا. هو بالتأكيد، بس أنا هنا عايز أقول نقطة هنا مهمة جدا، والرسالة هنا للاعبي النادي الأهلي، ويمكن أنا قررتها قبل كده وأنا آسف إن أنا بقول كده، لما يكون في تحكيم مصري ووجود الفار أرجوك أرجوك لازم تضغط على الحكم لما يكون ليك حق. ركلة الجزاء اللي حصلت مع رامي ربيعة كان المفترض لاعبي النادي الأهلي، زي ما شفنا الونش، ما كانش الونش لوحده، الونش والعشر لاعبين من نادي الزمالك كانوا بيعترضوا على كرة فيها شك إنها فاول، وراحوا بالشكل اللي احنا شفناه ده، والحكم ما قدرش يطلع انذارات. انا عارف ان الحكم هيطلع لك انذار لما تروح، لكن ارجوك لما يكون ليك حق، وخاصه اللاعب اللي بيتم ارتكاب الخطا معاه زي امبارح رامي ربيعه، وزي ما قلت قبل كده احمد بيكهام، لو سمحتوا يا جماعه التحكيم محتاج فكره تضغط ان هو يشوف الفار، لان للاسف مش النادي الاهلي اللي الفار بيجيب له حقه او بيروح يراجع الحالات من غير ما تضغط. ده للاسف الواقع اللي انا حزين ان انا بقوله، لان المفترض الفار يكون هو عين الحكم اللي بيشوف من اكثر من زاويه ويعرض على الحكم ويستدعي الحكم. لكن بما ان الحكم ما استدعاش وبما ان الفار ما بيتكلمش، لازم اللاعب اللي يتم ارتكاب الخطا معاه في ركله الجزاء او في هدف، فالاربع حالات اللي ممكن ترجع فيهم للفار، ارجوك اضغط على حكم المباراه بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام. انا مش عايز غير انك تاخد حقك فقط لذيذ. بالظبط. وخليني اقول لك برضو حاجه مهمه جدا، انه يعني ده بيدي مؤشر لحاجه معينه. كلامك في منطقه وفي محله 100%، ولكن ده لو ادى مؤشر هيدي مؤشر لعيبه النادي الاهلي بتفكر في اللعب وبس. يعني ايه؟ مفكره في شغلها وبس، اللعيبه نازله، وهو ده فرق كبير جدا في المينتاليتي. في فرق في ان انت او في العقليه، ان انت نازل عايز تكسب بمجهودك وتعبك بدون ما تبص لاي عوامل اخرى، سواء تحكيم سواء جمهور سواء سواء سواء. وهنقول لكم في الاخبار دلوقتي المحاضرات ماشيه ازاي عشان ماتش سان داون اللي جاي، وصابف في هذا الكلام. وفرق بين منتاليتي او تفكير للعيبه نازله عشان تدور على اي شيء تشعبط فيه عشان تكسب، هو ده الفرق كبير جدا. ولكن ملاحظه زميلي العزيز اسامه في محلها، ولكن ده بيدل ان لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ما بيدورش على اعذار ابدا، بالعكس هم نازلين عشان يدوروا على المكسب ويشتغلوا على اخطائهم ويدوروا ازاي نكسب. ولما بنبقى كويسين بنبقى عارفين احنا كويسين ليه، ولو وحشين نقاط الضعف ايه. ملاحظه في محلها انا بهنيك عليها. اشكرك كابتن عيسى، واتمنى لعيبه النادي الاهلي تستجيب لهذا النداء، لان الحقيقه الوضع بقى صعب جدا وحقوقنا بقت بتضيع في وجود الفار. الامر الاخر، البعض بياخد بعض اللقطات وبيصنع منها بطولات، والحقيقه ما كناش حابين نتكلم عن النقطه دي، ولكن احنا لا نقبل فكره الاهانه باي لاعب في الفريق النادي الاهلي. من حقك لو مهاري وعندك المهاره تقدر ان انت تعمل كل حاجه في الكوره، حقك. لكن لما يكون الامر لا نابع عن المهاره ولا اصلا اللقطه دي لقطه صحيحه، وكابتن فرجاني ساسي ياخد لقطته مع الكابتن حسين الشحات ويحطها عنده على طبعا الاكونتات الرسميه لي، ويقول عندما تواجه رقم 13 فعليك ان تكون مستعدا. الحقيقه مش دي اللقطه يا كابتن فرجاني اللي كنت تاخدها، دي اللقطه يا كابتن هيثم، وبيقول ان انت لما تواجه رقم 13 عليك ان تكون مستعدا، وده طبعا بيكلم الكابتن حسين الشحات. انت قلت كلمه كويسه جدا. اتفضل. قلت انه ممكن في صفحات تكتب او جماهير عادي. بالظبط. ولكن اللاعب على صفحته الرسميه هنا المشكله. اتفضل. ده حقيقي. عندنا بقى اللقطة دي أساسا هي فاول على الكابتن فرجاني ساسي، دفع فيها زي ما حضراتكم شايفين، وركزوا مع الكورة بس واضحة وصريحة. هنا طبعا في لحظة من اللحظات عدسة مصور لقطت اللقطة، فرجاني ساسي واقف، حسين الشحات على الأرض، فظن فرجاني ساسي إن هو رقص حسين الشحات بالشكل ده. أعتقد الصورة يا كابتن هيثم صوت وصورة واضحة، فيديو واضح، وادي الكرة فاول. بس احنا متفاهمين إن هو طبعا آخر موسم ليه
ومحتاج يسوق طبعا، ما نقدرش بقى يعني بس يعني هي في النهايه، بس احنا مش على مش اللقطه ما تتاخدش وهي مش في محلها. لا بالظبط كده. تعالى بقى نشوف اللقطات اللي تتاخد وهي في محلها، والمفترض ان كابتن فرجاني ساسي كان المباراه دي ما يحط الصوره زي دي، لان يا كابتن فرجاني عليك او انت امام رقم 19، وما ادراك ما رقم 19 الان في النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه. كابتن محمد مجدي قفشه، حضرتك لازم تكون مستعد اكثر واكثر عندما تواجه رقم 19. ده الصوره دي لا الفيديو واضح جدا، واعتقد ترقيصه واضحه جدا، ولا في خطا ولا في فاول ولا في اي حاجه، ودي اللقطه من كل الزوايا طبعا. محمد مجدي قفشه يرقص وهو في البيت، وده كمان يعني مش رقم 19 وبس، لا ده انت تاخد بالك كمان من رقم 17. والحقيقه هنا الكابتن امين عمر مش عارف ادى الفرصه ليه لما طاهر شاطها، كان المفترض فاول، لكن ما كانش بس ده موقف قفشه مع ساسي، ده كمان في مباراه السوبر 3-2 وقفشه ايضا مع فرجاني ساسي بيوصل رساله لفرجاني ساسي، خليني اقول لك شوف عليك ان تنتبه امام رقم 19. نادي الاهلي السنه اللي فاتت لعب بطوله العالم للانديه وبطل افريقيا وبطل الدوري والثلاثيه كلها النادي الاهلي خدها، ولكن عمر ما النادي الاهلي صدر منه من لعيب على الموقع الرسمي او على الموقع الرسمي النادي الاهلي انه مش هنقول يعني او في لفته منها فيها سخريه او فيها استكبار او فيها مباهاه بهذا المكسب او بهذا النصر. النادي الاهلي عمره ما عمل كده وعمره ما هيعمل كده، ولكن للاسف احنا زي ما قلنا لما يصدر هذا الامور او هذه الامور من جماهير ممكن نلتمس العسر او يبقى بحد مش فاهم، انما تصدر من اللاعب نفسه وتتحط على صفحته الرسميه هنا المشكله. وعمر ما النادي الاهلي بيسمح على هذا التجاوز، لو الوضع العكس عمر ما النادي الاهلي هيسكت على حاجه زي كده، ولكن زي ما احنا شايفين ان حتى بيتم تبرير الخطا عشان امور تانيه اخرى تتصدر للجماهير. عمر ما النادي الاهلي بيعمل كده، عمر ما النادي الاهلي بيتاجر بقضيه خسرانه. عايز اقول لك حاجه كابتن عيسى، انت انا بكمل كلام حضرتك، طبعا الموضوع ده كان اثار السوشيال ميديا واثار المواقع الرسميه سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك، وبعد الاثاره دي كلها تخيلوا محمد مجدي قفشه بينزل صوره عن المباراه على تويتر على حسابه الرسمي، ده محمد مجدي قفشه، ده الرقي، ده اللاعب اللي بيحترم نفسه وبيحترم المنافسين. محمد مجدي قبل كده طبعا طبعا النادي الاهلي والتيشيرت اللي هو لابسه طبعا كان ممكن محمد مجدي قفشه بعد الصخب اللي كان على السوشيال ميديا ينزل باللقطات اللي احنا عرضناها، ولكن محمد مجدي قفشه رفض ان هو ينزل باي لقطه من اللقطات دي. ما كانش محمد مجدي قفشه، انا عايز اقول حتى شهاده حق في اللاعب اللي كان ملقى على الارض هو الكابتن حسين الشحات. الكابتن حسين الشحات في مباراه الاهلي والوداد نصف النهائي، مباراة نصف النهائي بيجيب جول بيرقص المدافع، وطبعا ده لا احد يلومه عليه مرة واثنين، وبيحط الكرة وهو خارج من الملعب راح للمدافع اللي عمل معاه كده الكابتن حسين الشحات وكان بيطيب خاطره وبيعتذر له. هي دي سمات لاعبي النادي الاهلي، اي حد بيغلط اكيد بيكون له عقاب على حسب الخطا، لكن سيامات النادي الاهلي الفرحه عندنا دايما بالبطوله، الانجاز هو دولاب البطولات مش الترقيصه ولا الكوبري ولا التشميسه ولا الهدف اللي بيجي وملوش تاثير في سير المباراه، ده مش بطوله عندنا نهائي يا استاذ. ده اكيد. خليني اقول لحضراتكم يعني هنروح لبعض الاخبار اللي لا عندنا قبل لسه في احصائيات. طيب قول لي يا ريت. لا ده عندنا نقطه مهمه جدا، عندنا احصائيه بقى فرجاني ساسي امام نادي الاهلي. الفرجاني ساسي لعب 11 مباراه امام النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، 6 هزايم وفوز واحد واربع تعادلات، فاعتقد يا كابتن فرجاني قدامك تاريخ طويل جدا 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 عشان تقول انتبهوا او كونوا على استعداد وانت امام رقم 13. الحقيقه لو رقم 13 هيكون مميز، فلو حضرتك كملت في مواجهه النادي الاهلي اعتقد انت اقرب واحد تصل لرقم شيكابالا من الهزائم امام النادي الاهلي. وعلى ذكر شيكابالا ما ينفعش نعدي اهانه شيكابالا لجماهير النادي الاهلي. للامانه انا ضد اي خروج عن النص من اي عنصر من عناصر اللعبه، سواء جماهير، سواء اجهزه فنيه ولاعبين، سواء حكام. اذا كان في تطاول او تجاوز من جماهير النادي الاهلي فانا ضده تماما اذا حصل او اذا حدث، لكن ان اللاعب يكرر نفس الاخطاء وكانه بيكبر في السن فقط لا غير وما زال مش قادر يعني يتمالك اعصابه ومش قادر يصل لمرحله من الاتزان، برغم ان احنا قلنا ان الروح الرياضيه بينه وبين اللاعبين وبين الجهاز الفني المفترض ان هي الفتره الاخيره على افضل ما يكون،
ولكن من الواضح ان شيكابالا عنده ازمه ستظل للابد مع جماهير النادي الاهلي او حتى جزء من جماهير النادي الاهلي. دي لقطه كابتن هيثم وشيكابالا خارج من الملعب بيقول لجماهير النادي الاهلي، يعني مش عايز اقول بيقول ايه، لكن هي الصراحه واتحاد الكره النهارده حتى في القرارات اللي طلعت قال لك ان دي اللافته الوحيده، يعني او بالمضمون دي الحاجه الوحيده اللي كان فيها خروج عن النص امبارح في المباراه. وخلينا اقول لك انه يعني مش ده الحل، يعني لا مش ده اللي المفترض يتم من لاعب عملها قبل كده من حوالي 10-12 سنه وما زال دي الصوره برضو نفس القصه نفس الاخطاء، في ازمه وفي مشكله مع الكابتن شيكابالا مع النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. واكرر انا ضد اي تجاوز، لكن على اللاعب ان هو يتمالك نفسه. شفنا تجاوز من جماهير نادي الزمالك امام الكابتن عماد النحاس لسه من اسبوع تقريبا، الكابتن عماد النحاس قال لهم رمضان كريم وشاور لهم على راسه. اللي حصل ايه؟ ان الجماهير سكتت، بس المختلف في الموضوع ايه؟ ان عماد النحاس واصل لمرحله من الاتزان، واصل لمرحله من التقدير لذاته قبل الاخرين، فبالتالي تعامل مع غضب الجماهير بشكل محترم. طبعا الكابتن شيكابالا خد عقوبه 250,000 جنيه طبقا للائحه. خليني اقول لك بس ارجع معاك بالذاكره، يعني للاسف شيكابالا ما بيصدرش بس المشاكل بس في كره القدم، ولكن كان ايضا مباراه كره السله الشهيره اللي حصلت وانه رفض الخروج من الملعب وانتهت طبعا باحتساب المباراه انسحاب للنادي الاهلي. خليني اقول لكم انه زي ما قال زميلي اسامه انه كل ما البني ادم المفروض او اللاعب بيكبر كل ما التزامه بيزيد لانه بيعرف يتحكم في اعصابه اكتر، ولكن للاسف ده ما بيحصلش مع شيكابالا. واحنا محتاجين يبقى في رادع، يعني يبقى في لما تتكرر الخطا اكتر من مره مفروض، واللي نعرفه ان العقوبه بتغلص، ولكن للاسف ايقاف مباراتين احنا شايفين ده يعني عقوبه بسيطه لهذا الفعل الكبير. بص يا كابتن، انا مش مندهش من كلام حضرتك، انت حضرتك بتقول الكلام اللي المفترض ان يقال، ولكن للامانه شيكابالا او اي لاعب اخر مش هينصلح حاله في السلوكيات الخارجه عن النص. ليه؟ لان شيكابالا بيلاقي كل الدعم من مسؤولي نادي الزمالك، من اعلام نادي الزمالك، مش بس شيكابالا، لا ده شيكابالا واي حد بيخرج عن النص. لسه كنا بنتكلم في واقعه امام عاشور، الجميع في نادي الزمالك طلع اتكلم عن اللوائح ومش اللوائح وازاي يتعاقب، وده فيديو مش حقيقي، وده فيديو انتوا ضمنتوا منين هو من اوضه اللبس، وكلها مبررات، كلها مبررات، انا اسف، كلها بتبرر خطا واضح جدا. كان المفترض لا ده تم اتهام النادي الاهلي ان في كاميرات جوه اوضه اللبس بالظبط، كان المفترض ان حد يخرج من نادي الزمالك يقول انا بوقف امام عاشور قبل ما حد يتكلم، بس الكلام ده لو لقيته في نادي هتجده في النادي الاهلي فقط لا غير. ومش عايز اشرح مواقف كتير 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 عددناها بشكل كبير جدا، لدرجه ان احنا حتى في العاب الصالات شطبنا اسطوره من اساطير كره الطايره عشان تفاعل مع جماهير نادي الزمالك والكابتن ايمن رجي، لكن في مباراه مش مباراته بالظبط، في مباراه كره السله وكان لاعب طايره والمباراه كانت مباراه كره السله، لكن ده ما بيحصلش من مسؤولي نادي الزمالك. لسه الاستاذ عضو اللجنه التنفيذيه الاستاذ لا غير الكابتن حازم امام ابراهيم عبد الله طلع بيتكلم وبيدي مبرر ان شيكابالا كان بيشاور على حذاء رجله، اصل رجليه الشمال تعباه، وبيقول الكارتيرون انا رجلي الشمال تعباني. الحقيقه احنا عندنا صور بعد ما عدى كارتيرون شيكابالا وهو بيشاور لجماهير النادي الاهلي وبيرجع تاني يشاور على الحذاء، فبلاش مبررات. ده طبعا تصريح الكابتن هيثم ابراهيم عبد الله مسؤول في اللجنه الثلاثيه في نادي الزمالك. عايز شيكابالا يغير تصرفاته؟ مستحيل، بس مستحيل. ودائما ابدا المبررات دي بتشجعك انت، بتقول والله لما تلاقي الناس بتلاقي لك المبررات وبتدافع عنك انت بتقول خلاص، طب ما اغلط مره واثنين وثلاثه. وعلى فكره مش بس مسؤولين نادي الزمالك اللي دافعوا، لا ده رموز نادي الزمالك بالزبط. ايضا دافعوا عن هذا التصرف. انا نفسي نقول حاجه، احنا هنا وزميلي اسامه هو بيتكلم في البدايه قال ايه؟ قال انه احنا بندين اي خروج عن النص، حتى لو هذا الخروج من النص من الجماهير، حتى لو جماهير النادي الاهلي. يعني اذا المسطره واحده، وقلنا ان في مواقف كتيره النادي الاهلي يعني قبل ما يبقى ينتظر عقوبات خارجيه هو اللي بياخد عقوباته، ومش بس في كره القدم. لو نفتكر من سنتين في الووتر بولو حصل حاجه زي كده والنادي الاهلي خد عقوبات اقصى من عقوبات اتحاد السباحه اللي خدها. وارجع تاني لموضوعنا، حتى كابتن حازم امام طبعا نجم نادي الزمالك السابق وطبعا يعني احد اللاعبين الموهوبين في كره القدم المصريه، قال في مباراه القمه دائما ستجد بعض الناس المريضه ستقوم بسب شيكابالا، انهم يعلمون انه سريع الغضب ومن السهل استفزازه.
ده اللي قاله كابتن حازم امام. خليني اقول لكم حاجه، احنا في النادي الاهلي لما ارتديت تيشيرت النادي الاهلي الحقيقه كان اول يعني بند من بنود التزامك بهذا. انا ما حبيتش اسالك. لا ده انا هقول لك، لا ده انا هقول لك من الدستور النادي الاهلي ده ما فيش حد هتلاقيه جوه النادي الاهلي بيقول خد يا اسامه دستور النادي الاهلي او خد يا اسامه، انت لازم تفهمه، انت لازم تفهمه. فلو سمعت شتمتك بودنك جوه الملعب ما تردش، ومش كده بس، لو حصل تطاول اكتر من ذلك ما تردش. ليه؟ احتراما لتيشيرت النادي الاهلي. وخلينا اقول لحضراتكم برضو انه فرضا وحصل هذا التجاوز من لاعب او خروجه عن النص، هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بيتصدى له، مش هيستنى لما تيجي العقوبه من الاخر من بره النادي. فالحقيقه حتى لو حصل تجاوز ما بقاش رد، انت لاعب، انت بتاخد ملايين ملايين عشان تتعرض لهذا الضغط، لما تكسب ناس تسقف لك، لما تخسر ناس تهاجمك، هو ده الرياضي، بياخد ملايين. طب ما في مهندسين ودكاتره اطباء ما بياخدوش المبالغ اللي بتاخدها لعيبه الكوره، ليه؟ لان هو بيتعرض لضغوط يمكن اكتر، بيعمل حاجه ممتعه اكتر. ولكن لما يبقى الوجه الاخر انا مش متقبله وما بقدرش اتحكم في اعصابي ويكون رد الغلط بغلط، اللوم هيبقى على اللاعب من المقام الاول، لان انت اللي المفروض تتحكم في اعصابك. كلامي صح ولا لا؟ كلامك مظبوط جدا. وانا ما حبيتش اسالك عن الفارق لما ابتديت تيشيرت النادي الاهلي بعد تيشيرت نادي الزمالك او بعد بدله نادي الزمالك. طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه في ازمه شيكابالا، واعتقد الحل هيجي لما نلاقي في مره او في يوم من الايام او اذا احيانا ربنا ان يطلع حد من مسؤولي نادي الزمالك يعاقب لاعب اخطا سلوكيا قبل ما يعاقبه اتحاد الكره، او على الاقل يكتفي بفكره عقوبه اتحاد الكره ويتوقف عن الدفاع عن سلوك خاطئ. يا ترى مين يعيش ويشوف تصرف زي ده بيحصل؟ لان كل اللي انا قريته في تاريخ نادي الزمالك ما شفتش تصرف زي ده حصل، ان لاعب اتعاقب على سلوكه خارج الملعب او داخل الملعب. فاتمنى ان انا اعيش واشوف مسؤول في نادي الزمالك يتوقف عن الدفاع عن خروج لاعب عن النص. نروح بقى الجماهير وعقوبه النادي الاهلي، والعقوبه كابتن هيثم كانت 50,000 جنيه. والحقيقه احنا مش هنقف عندها كتير، لكن احنا فقط لا غير هنعلن ان اللائحه او البند بتاع اللائحه بيقول ان عقوبه هي 20,000 جنيه، لسبب واضح ومهم جدا في القانون، ان الحكم لم يوقف المباراه لخروج الجماهير عن النص. اللي اتكتب في تقرير المباراه ايا كان اللي اتكتب، في النهايه حكم المباراه لم يوقف اللعبه. ده طبعا السب الجماعي من الجماهير ضد احد عناصر اللعبه 20,000 جنيه. السب الجماعي من الجماهير ضد احد عناصر اللعبه الذي يؤدي الى ايقاف الحكم للمباراه 50,000 جنيه. فالمفترض العقوبه تكون 20,000 جنيه، لا ظهرت 50,000 جنيه. فانا برضو مش عارف هل هي مرضاه ولا ايه، غير طبعا هنتكلم عن عقوبه موسيماني بس ما وقفش. بالظبط كده بالظبط. وكمان يعني هي 20 يا 50، ويبقى المفروض يوضح في العقوبات. هي 20 لان الملعب ما وقفش. لا ولازم يوضح، يعني مش 50 وخلاص. يعني انا قصدي اقول ان لما بيحصل اي عقوبات لازم يقول تبعا للماده رقم كذا في لائحه كذا العقوبه كذا. ولكن للاسف البيان مش موضح. انت بتطلب حاجات غريبه النهارده يا كابتن هيثم والله. يعني احنا بنتكلم في عيد وبتطلب حاجات غريبه والله يا فندم. حتى احكام القضاء بتطلع كده لازم يقول لك يا فندم انت اللي بتطلب حاجات غريبه. معلش انا اسف، بس انا بقول اللي حتى اللي يفهمه العقل يعني الطبيعي مصر. انما كده انت بتسيب الموضوع للاحتمال. طبعا طبعا. على العموم انا ضد اي تجاوز من اي نوع، ولكن الحقيقه لسه في تبرير تاني، والكابتن احمد الطيب كالعاده اللي دايما بيقول ان هو مش زملكاوي ولكن في كل المواقف بتظهر زملكاويته. ده البوست اللي كتبه كابتن هيثم. بيقول احمد الطيب شيكا يشكر حذاء قدمه الشمال لحظه خروجه من الملعب لانه سبب سعاده جماهير الزمالك، وبها سجل هدفين في اخر مباراتين ضد الاهلي وكاد ان يسجل الثالث اليوم لولا براعه الشناوي وعدم توفيق بن شرقي في المتابعه. تسلم شوز رجلك الشمال يا شيكا. والحكم الرابع احمد الغندور شاهد على سلامه التصرف والموقف، والا ده مهم جدا وانت بتبرر لاحمد لشيكابالا تصرفه، هات لي السطرين دول بقى. لابلغ الحكم ليشهر لشيكا الكارت الاحمر حتى بعد خروجه من الملعب. الزمالك والاهلي حبايب. طبعا دايما الاهلي والزمالك ان شاء الله حبايب، ولكن هنا بقى ملحوظه مهمه جدا وهنا مقارنه لازم نتكلم فيها. لماذا لم يتم استدعاء امين عمر لطرد شيكابالا على سوء السلوك وهو خارج اثناء التغيير، زي ما حصل بالظبط مع محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي لما شاور اشاره فيها تقليل من بن شرقي وبصق تقريبا، فتم تنفيذ طرده الاول والحكم تم استدعاء الحكم وهو خارج المباراه وخارج المباراه وتم طرده، ثم
توقف اربع مباريات وغرامه 50,000 جنيه. هنا السؤال، لماذا لم يتم طرد شيكابالا؟ ده سؤال مهم جدا. انا عايز اوضح لك حاجه، كلامك 100% صحيح. ونقطه مهمه، بالعقوبات اللي صدرت النهارده، اذا اتحاد الكره او اللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد الكره اقرت انه في تجاوز من شيكابالا. بالظبط، صح ولا انا غلطان؟ هو التجاوز واضح بالظبط. يعني قصدي اقول ان طالما في عقوبات احنا متفقين مع او مختلفين، طالما في عقوبه يبقى في فعل، صح ولا انا غلطان؟ طيب، طب لو قلنا للكابتن احمد الطيب ان الفعل اللي حضرتك حاطه بين قوسين طلع صح، يبقى على كلامك انت يا كابتن احمد ان شيكابالا يستحق الطرد، صح ولا غلط؟ بالظبط، ما ده اللي احنا بنقوله. لكن الكابتن احمد كالعاده دايما بيحاول يلتف عن الحقائق، واعتقد الحقائق واضحه، واعتقد شفنا صور شيكابالا، وشيكابالا في فيديوهات منتشره على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب تقدر تشوفه بعد ما خرج كمان ما زال بيشاور على حذائه تحت وبيشاور لجماهير النادي الاهلي. خطا كالعاده بيقع فيه شيكابالا، زي اخطاء كبيره بيقع فيها حتى المتحدث الرسمي في رده في احد المنصات التواصل الاجتماعي اساء لمشجع اهلاوي عشان بيقول له ان امين عمر الزمالك ما بيخسرش معاه، ازاي بتقولوا ان هو اهلاوي؟ طبعا وضع صعب جدا، ولكن في النهايه عندنا عقوبه ثانيه، وهي عقوبه على كابتن موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي لما بدر منه اثناء المؤتمر الصحفي. انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انت يكون معيارك واحد وبتراجع المؤتمرات الصحفيه بشكل جيد جدا وبتقرر العقوبه اللي في صالح اتحاد كره القدم. بيتسو موسيماني اتكلم عن فكره ان لم يتم تاجيل مباراه الزمالك، والمفترض ان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه في دوري ابطال افريقيا، البطوله الاقوى افريقيا، فبالتالي كان محتاج راحه. على هذا التصريح تم العقوبه. واضح جدا، ما عنديش ادنى مشكله. لماذا لم يستمع اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات لتصريحات باتريس كارتيرون قبل المباراه وبعد المباراه وهي بتشكك في التحكيم؟ هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه، ليه اتوقف موسيماني ولماذا لم يتم عقوبه او ايقاف باتريس كارتيرون؟ نستعرض التصريحات اللي هي كانت قبل المباراه وهو بيتدخل في شان غير شان وبيتكلم عن التحكيم وكمان عن منظومه النادي الاهلي، بيقول الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة، ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه. ده اللي كان واخده بس كارتيرون من مباراة بيراميدز، لكن ركلة الجزاء اللي اتحسبت لصالح الزمالك وعدم طرد طارق حامد ما خدش باله. وفي مباراة سموحة حدث مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم، حتى في مباراة سموحة ما خدش باله من ركلة الجزاء لفريق سموحة، عادي جدا باتريس كارتيرون مش هياخد باله. والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعوا تحت ضغط أكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء، ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مدير الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين، وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم. ده تصريح بيتكلم عن فيديو تم تحريفه لكابتن سيد عبد الحفيظ وبيتجاوز وبيقول ما عندناش بالظبط تم حفظه، وهو تصريحه بعد التحقيق وثبت براءة كابتن سيد عبد الحفيظ، والفيديو بقى واضح جدا ومفيش مدير كرة بيتصل بحكم او بيتكلم مع حكم او حكم بيعتذر لمدير كرة. فاعتقد ده تصريح كان المفترض يتم عقبة عليه باتريس كارتيرون اللي هو قبل المباراة، بغض النظر ان هو مش شايف الاخطاء التحكيمية، لكن انا هنا عايز اقول وقفة قبل ما اروح للتصريح بعد المباراة بعد اذن كابتن هيثم. اتفضل اسامة. طبعا انا لما بجيب مدير فني اجنبي في النادي الاهلي، المدير الفني الاجنبي بيتكلم في نطاق معلوماته خلال الفترة اللي هو متواجد فيها، لكن للاسف يعني اصبحت التصريحات اللي بتصدر من كل مسؤولي نادي الزمالك او معظمهم او كمان المديرين الفنيين بقت شبه ملقنة لمغازلة ومدغدغة مشاعر الجماهير. قبل باتريس كارتيرون كان في باتشيكو، قبل لما ساب الفريق يعني رجع وساب الفريق ورجع بغض النظر، فغاب في الفترة اللي رجع فيها دي الفترة الأولى والفترة الثانية 5 سنين. فرجع باتشيكو يقول في قناة نادي الزمالك إن الدوري في الزمالك بخمسة لأن الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم. ده تصريح مدير فني اصلا ما كانش موجود في الكره المصريه، لكن اللي اتقال له ايه؟ قول التصريح ده لان ده هتكسب بونت بيه عند جماهير نادي الزمالك. نفس الامر بيتكرر مع باتريس كارتيرون وبيحصل نفس الكلام. انا متقبل جدا ان اعلام نادي الزمالك يتكلم في نقطه التحكيم والاخطاء ويبدا يغازل جماهيره بشكل ما عنديش مشكله فيه، لكن كمان بدانا ناثر كمان على المديرين الفنيين اللي جايين يتولوا مهمه في نادي الزمالك ان هم يطلعوا بالتصريحات دي، اعتقد الامر بقى صعب جدا ومش في صالح حتى
نادي الزمالك، لان ده تصريح كله دغدغه مشاعر جماهير وكله حتى تضليل او ابعاد النظر عن المستوى الفني لنادي الزمالك، وده لا يعنينا. يكون الافضل يا اسامه ان انا اركز في اخطائي واركز في شغلي، لانه الحقيقه انت من اسباب النجاح في اي منظومه ان انت تشتغل على نفسك وتشوف اخطائك وتشتغلها. ولكن ان انت يعني في اوروبا لما كنا بنلعب ماتشات او حاجه كانوا بيسموها فيشنج اكسكيوزز او تصيد الاخطاء او تصيد الاعذار، انا اسف تصيد الاعذار، يعني انت دائما ابدا بتحاول تصيد، يعني عندك امور محتاج تركز فيها ولكن انت عايز تصدر حاجه معينه للجماهير ان الموضوع مش انا اللي مقصر ولكن في تقصير من حاجه ثانيه. وفي تصريح ثاني كان كابتن كاليترون او المدير الفني كاليترون مدير فني نادي الزمالك قبل المباراه كان بيقول في ايه، بيقول ما يحدث بشان هذا الامر ضجه بدون داعي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي، والاهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وارى ان الحكام المصريين والدوري المصري من اعلى الدوريات في افريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط. هل التصريح ده يعني مش محتاج يعني لجنه المسابقات او لجنه او اتحاد الكره نفسه يقف عنده؟ يعني لما ده يبقى فيه اتهامات انه النادي الاهلي بيستفاد من الحكام المصريين، هل التصريح ده لو حطيناه قدام تصريح يعني مدير فني النادي الاهلي موسيماني هنشوف يعني بالعين المجرده كده مين يستحق العقوبه؟ مين اللي يستحق العقوبه؟ هل موسيماني ولا كاليترون؟ ولكن للاسف نفس السياسه، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، ولكن بنفاجئ بموقف بيتاخد في حين ان اللي قاله موسيماني قال ايه؟ قال انا محتاج راحه. بالظبط. قال ان انا بمثل افريقيا في بالنسبه بس مصر في افريقيا انا محتاج راحه، قال حاجه حتى النادي الاهلي في بياناته الرسميه بيقولها، يعني مش خروج عن النص ولا حاجه، ولكن هو الامر زي ما احنا قلنا لحضراتكم تصريحات بتتاخد بتحرف وبتتحط في المواقع وبناء عليه يبتدي يتاخد. وبعد المباراه شك في التحكيم. بالظبط، وبعد المباراه كان ليه تصريح استاذنك استعرضه معانا. اتفضل. طبعا بعد المباراه بيتسو موسيماني شاكك في التحكيم وقال ان النادي الاهلي مش من حقه ان هو يعترض على التحكيم، وانه كمان بيشكك في الهدف اللي سجله النادي الاهلي في وجود فار، وان قال ان مفيش ولا لقطه تجيب ان الهدف ده صحيح. ممكن نستعرض التصريح، الاهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، اشرف بن شرقي كان له التحام قوي من بدر بنون ولكن الحكم لم يحتسبها، اعتقد كل خبراء التحكيم قالوا ما فيهاش حاجه، هدف الاهلي في الزمالك لن تجد اعاده الهدف في اي مكان لمعرفه هل الكره تسلل ام لا، اعتقد ما ينفعش تتكلم عن فكره الاعاده لان الاعاده موجوده والصوره واضحه. والسؤال هنا كابتن كاريترو ما شافش ضربه جزاء رامي ربيعه؟ اكيد لا، مستحيل يشوفها ولا هيتكلم عنها، لكن الحقيقه ان انت تشكك في هدف فيه تسلل وفيه موجود فار اعتقد الامر صعب جدا، لان الفار عرض الصوره بوضوح، واعتقد حضرتك محمود علاء هو اللي كان مغطي، وده لما تيجي تتهم حد في الهدف فده ادي الصوره واضحه جدا، محمود علاء مغطي اتنين لعيبه ما شاء الله عليه من النادي الاهلي، فايا كان السوليه وتمريرات السوليه المتقنه اللي بيمارسها الموسم ده ايا كان لاعب من الاثنين، بنشكر محمود علاء ان هو يعني واقف مغطي الهدف. يعني يمكن صلاح محسن كان في منتهى الذكاء انه خلصها هو. بالظبط. عارف هو لو كان بصاها كان في شك، ممكن كان في شك لشريف وممكن كان شريف يكون سابق الكره وقت. الله ينور عليك. يعني احنا لو شفنا حتى معلش عيدوها لي تاني يا جماعه الكره دي، لان انا امبارح انا قعدت يعني افكر فيها يعني باللي احنا شايفينه، يعني شايفين ممكن نلاقي قدم شريف سابقه سنه ممكن. فصلاح محسن تصرفه كان في منتهى الكياسه والذكاء ان هو اللي خلص الكوره، يمكن ترقيصته العواد هي اللي سهلت المهمه جامد، ولكن منتهى الذكاء ان اللاعب يبقى قاري الملعب، واحنا كنا حاسين وصلاح محسن نازل انه هيجيب جول. واللي حصل انه بالحقيقه كان ليه فرصه قبل كده ما توفقش فيها قلت منه، ولكن اللي وراها تصرف كان ذكي جدا منه انه ما حطش الكوره عرضيه لشريف، لان كان ساعتها ممكن نخش في قصه الفار او غير الفار. هو هدف بالتاكيد هدف من المباريات الحلوه، وبالتاكيد وجود محمود علاء في مصياد ان هو يغطي التسلل ده شيء يشكر عليه لثالث مباراه على التوالي. محمود علاء بيكون مساهم بشكل او باخر في نتائج النادي الاهلي الايجابيه. اعتقد عندنا بقى الاخبار. نخش بقى نطمن الناس على ماتش سان داونز. طبعا كالعاده النادي الاهلي بيقفل صفحه ويروح لصفحه، حتى كابتن محمود الخطيب في قمه الفرحه في بطولات النادي الاهلي حصل عليها، اول كلمه بيقولها للاعبين وممكن نجيب لكم كل ده مسجل عندنا قناه النادي الاهلي، بيقول يا جماعه صفحه واتقفلت، قدرك ان انت بتلعب في النادي الاهلي، اذا مش بس بالبطوله بتتقفل، لا ده المباراه خلاص صفحه الدوري اتقفلت تماما، داخلين على ماتش مهم جدا مع سان داونز ان شاء الله مساء يوم السبت القادم. النهارده كان في تمرين العصر
كابتن موسيماني، وهو ده الاعداد النفسي اهو زي ما انتم شايفين، اجتماع حصل في ارض الملعب مع اللعيبه للاعداد النفسي لمباراه سان داونز. خلي بالكم النادي الاهلي معلش بلغه الكوره كده او لغه الرياضه بيتضرب في خلاط جامد جدا، بتطلع من البطوله تخش في بطوله بحسابات لبطوله اخرى ليها حسابات ثانيه، ونوعيه لعب ومدارس معينه بتتنقل تلعب مع مدارس اخرى. فكان لازم النهارده كابتن موسيماني يعمل اجتماع مع اللعيبه عشان يبتدي ياهلهم نفسيا لمباراه سان داونز اللي جايه. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ كان له لقاء مع اللاعبين وقال للاعبين خلاص انتهت مرحله الدوري المضغوط، وعلينا التركيز حاليا في مرحله دوري ابطال افريقيا. عندنا مباراتين مهمتين جدا امام سان داونز ذهاب واياب، ثم مباراه السوبر الافريقي باذن الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، ونقدر نتخطى موقعه صعبه جدا، اقوى الفرق تقريبا في دور الثمانيه، وكمان نقدر نحقق بطوله بعد الارهاق ده تكون تتويج لجهد اللاعبين، خاصه وان كمان جونيور اجاي كابتن هيثم عاد للتدريبات، وكابتن سعد حفيظ كان قال ان هو شارك من يومين، وبالتالي هو حاليا في التدريبات الجماعيه، وفكره بقى ان هو يلعب مباراه سان داونز من عدمه دي خاضع لرؤيه بيتسو موسيماني. هو جاهز الحمد لله، واجاي من اللعيب اللي بيجيد في المباريات الكبيره، وده مهم جدا في ميس اجاي. ممكن تلاقي اجاي هو لاعب مودي شويه، ممكن تلاقيه في بعض المباريات خارج عن مستواه، لكن في المباريات الكبيره بيكون حاضر وبيكون موجود في مستواه. وخليني اقول لك برده ان يعني مستر موسيماني الحقيقه في حاجه بتفكرني بكابتن جوهري الله يرحمه. كابتن الجوهري، وحتى انا كنت بتكلم مع كابتن هاني رمزي طبعا كابتننا كله كابتن مصر واللي كان مشرفنا في المانيا سنين طويله، قال لي ان كابتن جوهري كان بيعمل قبل الماتشات القويه بيجيب اللاعبين مسنا وفرادة زي ما بيقولوا، اتنين اتنين او لعيب يبتدي يتكلم معاهم. الكوميونيكيشن ده او الاتصالات ما بين المدير الفني واللعيبه بره الملعب هو ده اللي بينعكس على التفاهم جوه الملعب، وشفناه لما قفشه جري على موسيماني عشان يسلم عليه بعد المباراه، اكيد الكلام ده كان فيه حوار دار ما بينهم، وجبنا اللقطه دي حضراتكم يوم الجمعه اللي فات. موسيماني قعد مع اكرم توفيق ومحمد هاني، وهو عارف قاعد مع الاثنين دول ليه، والحوار النهارده كان يمكن النهارده اهو ده الحوار، لو تاخدوا بالكم اللعيبه بتجري وهو واقف معاهم لوحديهم بيتكلم معاهم. بتهيألي يا اسامه يعني اكيد الكلام ده بيدور، اكيد بينصب على الاداء الفني في الملعب. بالتاكيد بص، هو بيتسو موسيماني يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين. صحيح. بس انا عايز اوصل رساله لبيتسو موسيماني في التعامل بقى مع الاعلام تخص بيتسو موسيماني من هنا من قناه النادي الاهلي. لما الاعلام بالتاكيد في مؤتمرات صحفيه كتير بيدخلوا باسئله انا عارف انها ممكن تعصبك بشكل او باخر، اسئله خارج المباراه، ولكن الرجاء تكون اكثر هدوءا، الرجاء تكون عارف ان في النادي الاهلي البطولات مكانها الماضي والمتحف خلاص، حتى لو البطوله دي كانت امبارح بالتاكيد نتائجك مع النادي الاهلي سواء نجاحك للدور وصولك لدور الثمانيه، نجاحك في تحقيق دوري ابطال افريقيا بوجودك ببصمتك فيه مهما شكك المشككون، نجاحك ايضا في كاس مصر، نجاحك في انك تحصل على برونزيه كاس العالم للانديه، كل دي نجاحات لا يغفلها الا جاحد، ولكن النجاحات دي خلاص بقت في المتحف، فخليك دايما مركز فيما هو قادم، لان النادي الاهلي دايما بيركز فيما هو قادم، وما يعني ما تخليش المؤتمر الصحفي يستفزك للنقطه دي او يجرك دايما للحديث عن ما هو ماضي. دي كانت نقطه مهمه جدا يا كابتن حابين نتكلم فيها. خليني لا في حاجه مهمه جدا برضو، انه النادي الاهلي بكره راحه، فريق الكره بكره ان شاء الله هيريح، لان طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، بكره الوقفه، فطبعا اكيد اللعيبه محتاجه تكون مع اهليها، تخرج بره مود المباريات، ومن بعد بكره ان شاء الله هيبتدي التحضير لمواجهه سان داونز ان شاء الله المهمه ليوم السبت ان شاء الله. خلي كده خلاص اخبارنا بالنسبه للفريق. عندك الكرة. اي اخبار للصالات؟ عندي اخبار للصالات، يمكن ده خبرنا الاخير هيكون في الانترو ان شاء الله. كره الطائره زي ما حضراتكم عارفين انه بعد قرار رئاسه الوزراء ومجلس رئاسه الوزراء بطبعا يعني باجراءات معينه طبعا عشان انتشار فيروس كورونا، في بعض الاتحادات علقت اللعب او علقت المنافسات. كان فريق السيدات بالنسبه لنا كان فاضل له مباراه واحده، وهو كان حسم مباراه بالمناسبه اسامه وخلاص حسم الدوري، وكان بالنسبه له المباراه دي تحصيل حاصل، وده الجدول قدامنا، فاذا السيدات فاضل لهم مباراه وهو خلاص حسم الدوري. بالنسبه للرجال لا، عندنا مجموعه من المباريات هيتم استئنافها بعد العيد، بعد ما اتحاد الكره الطائره برئاسه طبعا دكتور سامح حمدي كان وقف الدوري عشان الاجراءات او عشان لجنه الازمات في 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 مجلس الوزراء، قال ان انا من احوط ان انا اوقف المباريات لغايه ما اشوف اي تعليمات هتجي لي من وزاره الشباب والرياضه، ولكن التعليمات جت باستئناف النشاط، فحدد الجدول اللي حضراتكم شفتوه.
وهيكون اهمه على الاطلاق طبعا، يمكن في مباريات مهمه طبعا مع الاتحاد وغيره وغيره، انديه محترمه جدا، طلاء الجيش والزمالك، ولكن اهم مباراه بشكل كبير جدا اللي هتحسم بطوله الدوري العام هي مباراه نادي الزمالك اللي هتكون يوم 2/6. 2/6، ويعني المباراه دي احنا كده متعدين مع نادي الزمالك، اذا ان شاء الله فزنا بكل مبارياتنا وده المتوقع ان شاء الله. هتبقى مباراه يوم 2/6 اللي هتبقى الاربعاء الساعه 6، في المباراه الاولى اتلعبت في صاله المقاولين العرب، غالبا هيكون المباراه دي في صاله المقاولين العرب. كل التوفيق طبعا للكره الطائره، لان هم الحقيقه اكتر فرقه من الفرق الجماعيه بتفكرنا بفريق كره القدم. خليني اقول لكم كمان خبر يخص الطيار، حارس مرمى كره اليد الرجال في النادي الاهلي، وبعد اداؤه الرائع اللي اداه في الدوري الممتاز وايضا مع منتخب مصر، ترقى عروض كثيره الحقيقه، والنادي الاهلي بالرغم انه ملتزم بعقد النادي الاهلي يعني بيناقش وهيسمح له او ما يسمحلوش طبعا حسب الاعلان الرسمي من اداره النادي، ولكن النادي الاهلي عمره ما بيقف في طريق حد، والنادي الاهلي دائما بيدعم ولاده، وشفنا ده مع احمد صلاح لاعب الكره الطائره، شفناه مع عبد الله عبد السلام، وهما ماضيين عقود مع النادي الاهلي. في انديه اخرى تانيه بتتمسك بلاعبتها، بترفض تمام انها تخوض تجربه الاحتراف، ولكن النادي الاهلي دائما بيفكر في مصلحه اللعيب وبيفكر ايضا في مصلحه النادي. يمكن دي كانت اخبارنا. بالتاكيد خلصت اخبارنا، طبعا تناولنا قضيه مباراه القمه من كافه الوجوه، ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه صن داونز باذن الله. نطلع فاصل، اوعوا تروحوا في اي مكان، ونرجع بقى ومعانا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي وحديث ذكريات مطول ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بجون ترافولتا كره القدم المصريه، احد النجوم نجوم النادي الاهلي السابقين ومنتخب مصر. كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك يا كابتن شريف. كل سنه طيب. لا يا كابتن لازم. اهلا بيك كابتن شريف. طيب يا ابو حميد، طيب رمضان كريم. انا سعيد ان انا معاكم النهارده. احنا اسعد والله يا كابتن، وكل سنه وحضرتك طيب. نجوم رمضان ونجوم كل وقت. خلاص العيد جاي بقى يا كابتن وكحك. رمضان مروح. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين. كابتن خليني ابتدي مع حضرتك، احنا دايما بنحب نجيب القصه من البدايه. بدايتك مع النادي الاهلي كانت ازاي؟ بدايه محظوظه جدا يعني. يعني انت يعني معترف انك انت كان فيها حظ. كنت في المدرسه في دوري المدارس. دوري المدرسه. فلعبت ماتش كويس وجبت جول، فالراجل بيقول لي انت بتلعب، المدرب بتاعنا بتاع الفصل يعني. بتلعب في نادي ايه يا حبيبي؟ قلت له ما فيش نوادي ولا حاجه. قال لي ازاي؟ تحب تلعب فين؟ قلت له اي حته. كان ليا يعني تجربه كده في نادي الزمالك ورافض بقى انا القصه دي خلاص بقى نادي الزمالك. اتخذته. بعدين واحد جه قال لي انت مش قبل ما وانت ناشئ لسه. جيت سافرت مع اهلي ورجعت تاني عشان العب، قال لي انت وريني كده لعبك. لعبت، قال لي انت ما بتعرفش تلعب يا ابني روح. يعني شاءت الظروف. ده كان في نادي الزمالك مش كده؟ شاءت الظروف، قلت له اروح اي حته في الدنيا الا نادي الزمالك بس يعني مش عشان حاجه يعني. فقال لي تحب تروح الاهلي؟ قلت له يا ريت. انا ساكن في وسط يعني خطوتين النادي الاهلي خطوتين الزمالك يعني. في وسط البلد في منطقه العجوزه. يعني كده الاهلي كده تعدي الكوبري. كنت في المدرسه ايه؟ كنت مدرسه ايه يا كابتن؟ كنت مدرسه الدقي الاعداديه. وكان فيها لعيبه كويسه جدا يعني. في حد منهم يا كابتن يعني اسمه اتعرف بعد كده ولا ما فيش حد كان محظوظ زي حضرتك؟ ما افتكرش يعني. انا اللي بقول لك كان حظي كويس يعني. رحت خدني المدرس كان اسمه سمير رسمي والله يرحمه، واداني كابتن عوضين. كابتن عوضين جربني كده، قال بتعرف تلعب؟ قلت له ما بعرف العب. بيقولوا فلاني ليمت كده شويه. فرحت، قال لي طب اقعد كلها الدرجه الاولى بتتمرن وهنتمرن احنا بتاع يا رجب. قال له قلعه ولبسه مش عارف ايه، معاك لبس؟ قلت له معايا لبس. الجزمه بتاع باتا دي عارفينها. البيضه دي خرجت نجوم دي. فقعدت فمسكت الحديد بايدي كده واتفرجت على لعيبه الاهلي بقى وهي نازله. كان بقى في جمهور ساعتها بيبقى مين النجوم بقى اللي كان نجوم في الفترة؟ كلهم يا عم. ده من اول كرامي وثابت الله يرحمه لغايه ما كابتن محمود الخطيب. عدي بقى على مصطفى يونس وحسن حمدي وعبد الباقي. شفتهم قدامك وهم نازلين. فتحي مبروك وطاهر الشيخ وصفوت محسن صالح. انا بقى ايه ماسك الحديد وقاعد انا هعمل ايه بسمع الاهات لغايه اما بقى الاه الكبيره دخلت. كابتن محمود الخطيب. الخطيب دخل طبعا دي سكسيه لوحده يعني طبعا. ف
فبصيت كده. كان عندك كم سنه يا كابتن؟ كان عندي اعدادي يعني حوالي 12 14 سنه كده. 14 أو... ممكن في بدايه اعدادي 14 سنه يعني. 14 سنه عشان لعبت تحت 16 سنه سنتين. وانا ما لحقتش سنتين حتى، لعبت نص سيزون كده وخدت الدوري من الراجل اللي قال انت ما بتعرفش تلعب. عظيم. في ملعبه. سبحان الله. اول بطوله ليا مع نادي تحت 16 سنه. طبعا الكابتن عوضين ليه الفضل الكبير عليا قوي. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وانا كنت زي ما تقول صديقته كده من اول يوم، ولاني بتكلم وما اعرفش، ممنوع تتكلم ده. بس هو حاسس ان انا ايه يعني ايه لعيب كويس ويجي مني. بس عايز حد يحتويني ويحبني. طب التمرينه دي يا كابتن خلي بالك يعني كانتش قد كده. ايوه لسه اقول لك الانطباع الاول يا دوب. فانت يعني شفت الجو ده الجو ايه؟ انا قاعد ماسك الحديد عامل زي بتفرج على رجلين نازله قد كده. في رهبه اكيد في رهبه. لا وانا طول عمري عندي شخصيه ومش ممكن ايه لعيبه ما تعجبنيش يعني اللي هم بيلعبوا دول بعمل كده. ده انا لو لعبت اعمل واسوي. ها ولما نزلت بقى الملعب نزلت الملعب ما اعرفش اللعيبه يعني التمرين ما كانش حلو وهو عنده فرق اساسي والكلام ده. فحطني مع العيال الاساسي ابتديت. اللي عجبه فيه انه قال ايه بيديني تعليمات فانا بنفذها. تلعب لمسه واحده اروح لاعب لمسه واحده وانا عمري ما لعبت لمسه واحده في حياتي. قال لي تيجي بكره. بكره دي بقى شاف شريف عبد المنعم. الرهبه راحت. الرهبه راحت. عرفت الفرقه. وبعمل سيروهات بقى من ناحيه الوينج ليفت. وكان عندي لعيبه سرعة قوي اسمه عبد الله اليمني. طياره. اروح قاطم واحد وعامله له بشمالي رايح هو والجون من ناحيه. كابتن عوضين بص كده راح نادي العم جمعه الله يرحمه وقال له مضي الواد ده. قال له مضيه. وما خدش في ايديهم غلوه. سنتين الانتقال بقى للفريق الاول. الانتقال اللي هو بقى انتقال من كل مجموعه مرحلة. تلعب مع الفرقه الثانيه. انت طلعت فريق اول عندك 16 سنه. خدت مع الكابتن عوضين البطوله دي ومسك هو 18 سنه. وجي كابتن سايس مسك 16 سنه الثانيه بقى اللي ليا انا اللي من حقي العب اللي هو انت بتبقى كبير فيه بقى يلعبني هنا ويلعبني هنا 16 و18 في الاثناء دي كلها كان مستر كوتي الله يرحمه دي كوتي وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عز طبروس ربنا يديله الصحه بيبصوا علينا على اللعيبه كلها. بس ده يفسر حضرتك خدت بطولات كتير بالرغم ان حضرتك اعتزلت صغير. مفيش بطوله لعبتها ما خدتهاش. خلينا نتكلم بس عن فكره هو ازاي انتقل للفريق الاول ملابسات انتقال الفريق الاول. جاي لك انا عوضين مسك 18 وكابتن جواري 21 سنه فرقه اسمها الامل. احنا كان عندنا في 18 سنه دول خالد جد الله وجمال جوده وجمال الجندي الله يرحمه فرقه مش عايز اقول لك برده يعني انا لحقت ولعبت معاهم منتخب ناشئين. لعبت مع جمال جوده وخالد جد الله. جمال جوده اللي انتقل للنادي المصري بعد كده. جد الله كان العمده. طبعا. ايام هو اكبر مني في السن وجمال عبد الحميد كان بيلعب في 21 سنه. مع الامل. مع الامل وما بيلعبش. كابتن جوهر يعني لعبه شويه ما لعبوش. كانت فرقه مقفوله كده بياخدوا منها اي عنصر يكملوا بيها. الدرجه الاولى. الدرجه الاولى، يعني نبيل بحطيط النهارده لسه باعت لي على الفيسبوك ففرحت قوي لما شفته على الفيسبوك. اخذوا نبيل بحطيطي السمري دكتور علي زور علي زور ابن علي زور فهو علي زور هو اللي كان يعني بيلعب الخطيب لما يتعور ما اعرفش بياخدوه يلعب في المنطقه دي. والخواجه قاعد اتفرج علينا لغايه ما جت مباراه اهلي وزمالك عندنا في الملعب وكنا متاخرين بهدف وانا بقى ايه كنت باخد الكوره صاحب الكوره عامل بقى شغله ازاي انا ما اتغلبش عندي الحته بتاعت التيشيرت الاهلي عندي الشخصيه ما بخسرش برقص الفرقه كلها ما ببصيش اباصي بس عند العرضيه او اي حاجه اشوط اعمل. ولعب معايا الماتش ده مجدي عبد الغني فحطيني انا ومجدي عبد الغني في دماغه وكتب كلمتين كده اتفرج على جمال عبد الحميد ده مره كده عجبه الستايل ما كانش بيلعب حط اسمه فخدونا احنا الثلاثه من غير ما احنا نعرف حطونا فيرست تيم في القايمه بتاعت افريقيا احنا كنا ناشئين يعني بيكملوا كده لعيبه فبيتحطوا خلاص الثلاثه دول الثلاثه دول اتحطوا واحنا ما نعرفش خالص 76 يعني. يا كابتن ولا بعد 76 في 76 تتذكر القايمه كان كام لاعب؟ لا انا ما اعرفش انا اعرف ان انا اصل كانت القايمه زمان بس عشان عشان يتفرجوا عليا عملوا ماتش مع منتخب ناشئين كان كابتن فتحي نصير هو اللي ماسك منتخب الناشئين وبابي الالماني وانا كنت بقى ابتديت انا بلعب بقى ضد الاهلي والفرقه الاساسيه بتاعت الاهلي المنتخب مع نينكوفيتش
في ماتش، بس انا بلعب الفرقه اللي موجوده محليا يعني اللي موجودين. واو خدت، كان اقوى حاجه عندنا حمدي جمعه ده، ربنا يديك له الصحه انك تعدي من حمدي جمعه ده، يبقى انت انجاز ده. لا انت تلعب درجه اول على رايي. وخدت حمدي واحده كده ناحيه الشمال ونطرته في التراك وقام فحر ورايا. المهم انا عملت ماتش، بس حصلت مشاكل بيني وبين لعيبه وجمال العظيم ومش عارف مين فدخل لي جوه كابتن فؤاد شعبان، إيه انت بتعمل ايه؟ لقيت حد بيهجم عليا انا مش فاهم حاجه خالص. ايه انت بتعمل مشاكل؟ انت طالع معايا الصومال بكره، انت ما كنتش فاهم حاجه، خليك بقى هنا لغايه ما نرجع ونشوف الدنيا فيها ايه. مش فاهم حاجه برضو. وما سافرتش؟ ما سافرتش، خدوا جمال عبد الحميد. اه راح جمال عبد الحميد معاهم. بس تفكر زمان احنا بنلعب 11 وخمسه احتياطي وبيطلع معانا اتنين ان كيس يعني لو حصل حد تعب ولا بس. جمال بقى قعد في الاتنين اللي هم بره. انا كانوا عايزيني يعني يبقى ليا شرف ان انا ايه اعيش في الاجواء في الاجواء دي. لما رجعوا بقى تعادلوا 1-1 هناك، الخطيب جاب جول، انا جم نادهولي بقى انت تيجي بكره تتمرن مع الدرجه الاولى. و زعلت انت ما سافرتش؟ ولا في دماغي ولا اعرف القصه دي، انا بعدي اجيال. انا عندي انا عندي في دماغي ناس لعيبه بتفرج عليها، انا بتفرج على فرقه الامل دي، دول الكباتن بتوعنا وبلعب معاهم. كنت رحت لعبت مع جوهري شويه ورحت يعني انا مش فاضي، انا بلعب 16 سنه و18 سنه و21 سنه بس ده مطلوب، بلعب 3 ماتشات في الاسبوع وانا مش عارف قصه يعني ما اعرفش قصه ان انا العب في الدرجه الاولى دي لسه شكلي. ما كانتش جت في دماغي. كل اللعيبه اللي حواليا عاملين حساب الحته دي طبعا مستنيينها مستنيينها. خالد جدالله، انا قلت خالد ده اول واحد يروح. جمال جوده، جمال الجندي، كل دول اكبر مني بالسن كمان يعني مستنيينها. انا مش واخدها بالاحرف، مش واخدها واخدها بالاعداميه يعني. ما الماتش اللي خلاك تنتقل بقى من المرحله دي لمرحله الفريق هو الماتش ده، ماتش العوده. جالي كابتن عزت ابو الروس قال لي انت بكره هتلعب الشوط الثاني مكان الكابتن علي زور، وتروح تنام بدري النهارده وتيجي. كان مع مين الماتش؟ الصومال. الصومال ده اللي هو الكابتن هروحه ده الماتش العوده بتاعه. ايوه وكانت الدنيا شتاء وتلعب في استاد القاهره، خدت شنطه كده وانا ماشي، فوالدتي بتقول لي رايح فين؟ قلت لها بقول لك ايه، افتح التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. قلت لها بقول لك افتح بس التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. يا لو كانت معترضه خالص على حكايه الكوره. الكوره كان زمان بيعترضوا. وفعلا فتحوا التلفزيون وقلت لك انا محظوظ يعني. ولعبت تاني تايم، كابتن خطيب خدني من ايدي كده. الماتش ده بقى اللي انا نازل 1-1 صح؟ الماتش هناك 1-1. كان كابتن خطيب جاب جول اول شوط هنا 1-0 وانا نزلت. خرج علي زاوية زي ما قالوا بالظبط كده، وانا نزلت لعبت ونج رايت، ما كانش كابتن مصطفى عبده كان متعور حاجه زي كده. والعب عم هيثم وعم اسامه ان الكوره تجي لي ولا حد يبص لي. مفيش 10 دقايق رايح جاي، الهجمه تمشي كده وانا راجع معاها. هي رايحه وانا راجع، وانا عامل فيها عمده في. بس على فكره ده كويس في الناشئين، انا عمده الملعب يعني، تديني الكوره وانا افكر اعمل لها كده. بس على فكره ربنا بيحبك عشان خلاك تاخد احساس الملعب الاول. لا وكابتن خطيب مديني كلمتين شيء صفى، اتكلمني قال لي خلي ودنك معانا، خلي مش عارف ايه، مش عايزينك ما تخافش يعني. ما تطلع ولازم هتخاف بيني وبينك. بس انا ال10 دقايق اللي جريتهم دول خلوني خدت على الملعب لغايه اما راح مغير حد قال له انزل شغل الراجل اللي هناك ده، عايزين نشوفه ده ما جاتوش الكوره. الكوره الوحيده اللي مسكتها بايدي هاند بول، اعمل ايه؟ اول لمسه عايز اشترك الفريق الاول بايدك. فرحت راح لعب لي صفوه واحده بوست ثلاثه طبعا سرعات كابتن صفوت. انت عارف اللي لقى فرخه بيجري وراه وجعان مشتاق الكوره دي، واحد واثنين وثلاثه لقيت سمعت الها بس خلاص الكوره جانا. بس الخطيب يستلم مني الكوره واسحبها اروح شايطها، الجمهور يهيص، اعمل واحده لمحسن صالح مش عارف ولا لمين تك جول. بعدين لقيت نفسي انا عدلتي شمال يعني مش من ناحيه اليمين، العب ناحيه اليمين ادي انما مش انا يعني. شويه كرة جت كده فاتلعبت، فانا عملت السويتش ودخلت لجوه وراح طاهر الشيخ لعبها بالعرض، لقيت نفسي بطير كده وبطلع في وسط الاثنين وبضربها بدماغي لقيتها في المقص. ايه ده؟ تبقى تكف وتلعب الكرة وتيجي في المقص وبعدين تشوفها دخلت الجون ولمست الشبكة والناس هيصت وتنزل، هاتني بقى هتجيبني منين ساعتها؟ اكني بلعب تحت 16 سنة طالع وبتنطط زي رونالدو كده
برفع ايدي محدش عبرني. رونالدو مره واحده مش مبالغ انت شويه في القصه دي ماشي التنطيط انا بقول كابتن فتحي مبروك الوحيد اللي كان برافو يا ولد يلا ارجع ورجعت وخرجت دي كانت بدايتك والصحافه بقى موهبه جديده نجم ستارز بورن بقى يعني عملوا عليا هاله واخد الشنطه وانت صغير كنت وسيم برضو خلي بالك استنى لا 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 ده في حاجات لذيذه قوي واخد الشنطه بقى وراح مروح بقى ايه من النادي الاهلي من على النيل ماشي وعديت الكوبري ونزلت لغايه نعمه بتاع الفول وقعد ابص للناس انت مستنى حد يعرفك يتصور معاك مفيش حد يتفرج على الماتش عديت كده ماشي شويه واحد قال لك الواد اهو اللي كان الواد ده اهو لا ده بتاعنا بتاع العجوز اللي جاب الجون النهارده رحت مادد لسه بدايتك مع الصوره رحت مادد رحت البيت بصوا لي كده وضحكوا طب الوالده قالت لك ايه ضحكوا يعني اول ما شافوني قالوا لي ايه ده طب مبروك مش عارف ايه خلينا نغير راينا لا ده المعامله اتغيرت ايوه يا باشا انا بقول لك المعامله على طول اتغيرت كنت بنام مش عارف فين ابتدوا يزحزحوا اخويا ودوني الاوضه بيدوك شويه اكل وسعوا النجم بتاعنا طبعا دور الوالده كان مهم في حياتك كابتن طبعا هي الحضن الكبير بتاعي ابويا راجل طيب قوي قوي يعني لدرجه ما فيش مشكله حصلت في حياته لا بيني وبينه ولا بينه وبين اي حد في البيت ولا اي حاجه خالص في حاله وفي شغله حتى اللي بيروح يتفرج على الماتشات بعد ما انا ابتديت العب اديله التذاكر يديها للصحابه للاداره عنده الحاجات دي وما اعرفش هو يروح يقطع درجه ثالثه هو ويروح يقعد في الدرجه الثالثه يقعد يتفرج عليها عادي جمهور عادي ويجي بقى بالليل بعد الماتش يحاسبني انت ليه بتتنرفز انت ليه مش انا بتاعت وسط اصحابي مش عارف اعمل ايه انا دايما كنت في الملعب عصبي جدا مش عايز اتغلب حماسي مش عايز اتغلب خالص حماسي ولا وبعدين برقص كتير وحاجات كده فحكام مش عارفين يعملوا لي ايه يعني يقول لي ما هو احنا مش عارفين ننقذك انت بتخش في وسط ثلاثه طب هنعمل ايه يعني نطرد الثلاثه يعني انت جاي تشكلنا ان هم بيعوروك ما انت لازم تتعور هنقف عند الحكام يلا. وحديث ودور والده حضرتك في حياتك ولكن هنطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل واستكمال لحوارات طبعا نجمنا كابتن شريف عبد المنعم ورجعنا لكم مره تانية وحوار مستمتع انا شخصيا بيه واتمنى حضراتكم تكونوا مستمتعين بيه مع الكابتن شريف عبد المنعم اهلا بيك مره تانية يا كابتن كنا واقفين عند دور والده حضرتك في حياتك سواء في البدايات وكمان اعتقد حضرتك نهيت وانت عندك 27 سنه لاسباب متعلقه بحادثه وكده واعتقد كان ليها دور ايضا مؤثر في انك تنهي بتشيرت النادي الاهلي لان اعتقد كان في مفاوضات ان نادي الزمالك كان حابب يعيدك ليه بعد ما كمان كان في خروج من الناشئين وان انت بتعرفش تلعب عرفوا بقى ان انت بتعرف تلعب وحابين يجيبوك سنه 86 مش مكتوبه لي معاهم احكي لنا بقى الكواليس الحادثه طبعا يعني ان عملت من قمه لاعاده بناء تاني للكل اللي انا حكيته لك في الاول هرجعه تاني ان انا ازاي اقدر امشي على رجلي كابتن صالح الله يرحمه انا عايز اشوفك ماشي على رجلك بس قلت له اسال الدكتور ممكن العب قال له يلعب بس ده هيشوف يمشي بالمسطره على كل التعليمات ويخش حمام سباحه ده مرتين ثلاثه في اليوم فانا عملت كل ده والناس ما صدقتش سنه كام ده يا كابتن؟ كان 82 يعني قعدت لغايه سنه 83 كانت الحادثه عربيه ولا كانت حادثه عربيه بعد الدوري ما خدناه يعني كنت حضرتك اللي سايق ولا كنت انا اللي سايق؟ فحصل كابتن جوهري رجع ومسك وبعدين مشي واحنا خدنا البطوله بتاعت افريقيا دي 84 82 82 وخدنا بطولات بعد كده اثنين كاس افريقيا في ابطال الكؤوس 84 و85 85 وخدنا مع كابتن طه اسماعيل واحده اللي هي برضه ابطال الكؤوس على ما اعتقد 86 وخدنا 87 كمان ايوه بالظبط السنه اللي انا بطلت فيها انا وكابتن محمود وكابتن مصطفى عبد ف هي جت كلمت في العروض كان كابتن حماد امام هو اللي عامل العرض ايوه ومحمود بدر الدين كان هم اللي عاملين البروبوزل يعني ان انا اروح العب كان كابتن جوهري ما بيلعبناش اللي بيتعور عند جوهري ما بيلعبوش ماشي انا عندي ماشي يعني بس خد بالك الكابتن جوهري يعني جه لاعب بعد كده كابتن جمال عبد الحميد في كاس العالم بس عادي ده ما كانش بيلعب جمال عبد الحميد في البتاع شوف الدنيا عشان تعرف جمال عبد الحميد اللي بيشتكي ده يقول لك عالجوا شريف بره وعالجوني انا جوه مش
مش مهم يعني. ف حلوه العلاقه كده يا كابتن يعني. لا انا جمال اصحاب جمال كل شويه يقولوا عليك وانت كنت قد شريف عبد المنعم لما وقع بالعربيه. لا جمال كان لعيب كويس يعني. فما بقاش في عرضوا عليك كام يا كابتن؟ انا طلبت قد اللي ليا في النادي حوالي 70,000 جنيه. قلت 150,000 جنيه. قالوا طيب كلموا باشمهندس حسن فتوح ايام كان هو ايوه اهلاوي بالمناسبه اهلاوي حسن فتوح. قال لهم ماشي هاتوه بس شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه وجمال عبد الحميد هيقول ايه. شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه ما هيطلبوا لو سمعوا ان انا خدت المبلغ ده. قال لك انا سمعت ان هم قالوا لو هو هياخد كده احنا هناخد كده يعني. كان مبلغ كبير قوي 500,000 جنيه عشان لعيب يجي هيدوا اللعيبه بقيه اللعيبه فلوس وهو يجي. وكان يعني هم بيحاربوا رجل أعمال المنطقه دي. وانا رحت قلت للكابتن جوهري اما خد اللعيبه ومش عارف ايه ومشي. انا كنت ضد الحكايه دي. قلت له انت مش هتلعبني والستايل بتاعي انا الظاهر انت بتحب اللي بيباصي بس. قال لي انت احسن لعيب عندي بس انت مغرور قوي وانت شايف نفسك قوي وانت وانا ما فيش الحاجات دي خالص يعني. ده خالص انت لسه قايل انا اول هدف عملته زي رونالدو. ده انا لما كابتن جوهري كنت انت بره يعني كنت بتمنى ان انت تيجي تمسك الفرقه يعني كنت بحبك جدا. هو كابتن جوهري اللي بيتعور عنده حسام بدري طارق زيد علاء ميهوب مش بيبقى اوت اوف في الاوردر اوت اوف اوردر يعني. يقول لك 30 دقيقه 20 دقيقه خارج الحسابات which is good بالنسبه له يعني. للحسابات وممكن يكون هو كان صح. وارد صح وارد يعني. كل مدير هو ككوتش حسب هو ككوتش شايف ان انا فيت قوي 30 دقيقه. وفعلا انا كنت بنزل ال 30 دقيقه بكسب النادي الاهلي بجيب جول بعمل طفره. بس عشان ما نبعدش انت طلبت 150,000 اترفض العرض بسبب لاعبين نادي الزمالك. قال تاخد الجزء وبعدين جزء دور الوالده. هو انا اصلا الفكره مش رايح بالظبط يعني ده انا عارف اللي بيطفش تعجيزي رقم تعجيزي. لا مش تعجيزي يعني حتى لو جم مش فارقه يعني انا ما مش فارق معايا الرقم مش جد انا اللي فارق معايا ان انا همشي من الاهلي واروح احارب في منطقه تانية. ابني شريف عبد المنعم تاني واعمل عندي شعبيه هنا وهنا حبوني جدا جماهير الزمالك كانوا. بس انا المبدا شوف انا هقول لك على اتنين كنت بشوفهم في النادي الاهلي خلوني امشي جنب النادي الاهلي بس. اتفضل. صالح سليم وفريق مرتجي وكمال بيه حافظ. الثلاثه دول احنا كانوا بالنسبه لي انا لما بعوز اي حاجه اروح اتكلم معاهم. وعمرهم ما رفضوا لي طلب الا الاحتراف اللي اترفض لي في بايرن ميونخ وتركيا. مش كانت جالك تحترف لانه تالق واحرز هدف. وعلى ايام كابتن صالح جالي في باوك اليوناني وانت سجلت بايرن ميونخ جول وسجلت بايرن ميونخ جول. طب نقفل الحته بقى بتاعت نادي الزمالك. والدتك قالت لك ايه؟ قالت لي بص انت اللي انا قلته لك يعني انا بترجم لك اللي كان على لسان والدتي. قالت لي فلوس ما انت ايه الفلوس يعني عايز تعمل ايه؟ انت كويس واحنا كويسين والحمد لله رغم ان انت 27 سنه وتقدر تدي. لا ما بصيتش هي الحته. قالت لي بص انا هقول لك على حاجه بس هي كانت قريبه قوي من مرات فريق مرتجي. كانوا يروحوا مع بعض سيدا فيسا ومش عارف ايه هي يعني. كمان عاشت الاجواء بتاعتنا احنا. قالت يا ابني اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته تانية. اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش ما يروحش في حته تانية. انا بقول لك وانت يعني الحمد لله اللي انت فيه والنادي الاهلي ما سبكش لما عملت الحادثه. والنادي الاهلي ده حاجه تانية خالص. وهي مش عايزه ايه معلش انا عايز اقف مش عايزه تزعل الناس مني. لا ثانيه وعارفه هي اكبر مني واوعى مني والظاهر بتشجع الاهلي من ورايا كمان. كابتن الله يخليك في حته عايز اتوقف عليها يعني. حضرتك عملت الحادثه وكان رجوعك للملعب شبه يعني مستحيل احتمالاته ضعيفه جدا وبقبض فلوسي كل شهر. انا بس ليه بقول كده عايز اقول لك على حاجه لان ده انا عايز اكد على المعلومه. لا بيجي لي مرتبي. كابتن زيزو قال لي انا مش هقدر اعيدك عايز تتأيد ولا تشوف الذوق يعني. وبيستأذنوني ان هم يحطوا لعيب غيري. قلت له طبعا انا مش قبل 6 اشهر قبل ما ارجع لك. انا راجع قلت له. كان عندي كارج فظيعه وعندي احساس ان انا هرجع. ايوه قلت له انا جاي ما تقلقش بس طبعا اتفضل اي حد عايز تحط اسمه. كان في لعيب جايبينه تستفادوا بيه اسمه مين تستفادوا بيه لغايه ما تستفادوا بيه الست اشهر دول يعني ما انا ما لكن راتبك مشي شهر راتبي وجوائز
اصل انا بركز على النقطه دي. لا لا، والجوائز بتاعه الدوري او الكاس او اي حاجه بتتاخد باخد مكافات، يمكن ما باخدهاش فول يعني الكلام، ما باخدهاش كامله، باخد يعني 50% ولا بس بتعامل زي اللعيب الدرجه الاولى وانا موجود بتعامل ان انا بلعب. يعني الكلام قديم، يعني الكلام مش جديد. ليه يا كابتن هيثم بناكد على النقطه دي؟ لان بعض اللاعبين القدامى لاسباب هم عارفينها كويس خرجوا من النادي الاهلي لاسباب متعلقه بيهم وسلوكياتهم خارج الملعب، وطلع فترات كتيره جدا يتكلم عن فكره ان النادي الاهلي مش بيديه فلوس والنادي الاهلي معالجوش بشكل كويس، والكلام ده طبعا يعني عاري تماما من الصحه، والجميع عارف خروج هذا الكابتن من النادي الاهلي في الفتره دي كان لاسباب تخصه هو وتخص سلوكياته. اعتقد الكابتن شريف عبد المنعم بيتكلم عن فتره علاج طولت، ومع ذلك راتبه بياخده، مكافآت بياخدها بنسبه او باخرى، فبالتالي نفس الفتره هي نفس الفتره اللي خرج منها الكابتن اللي ادعى ان النادي الاهلي ما ادالوش بقيه مستحقاته. وطبعا انا عايز اتوقف عند السيده الفاضله والدتك اللي قالت لك اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يلعبش في مكان تاني، وسمعت منك قبل كده مقوله جميله جدا ان اللاعب لما بيدخل النادي الاهلي بيتفتح له حساب في البنك. زي الاهلي، الاهلي لو فتح لك حساب عنده لازم انت تبقى شخصيه مهمه او لعيب عندك موهبه. يا سلام كمان ربنا بيدي لك كمان شويه، ده ستر ونعمه وفرح تفضل قافش فيه كده زي ابو تريكه زي محمد صلاح. بص الناس اللي هي انا كان في ناس عارفه الطريق بتاع ربنا قوي، فربنا بيديك اكتر، مش كل واحد بيبقى في نفس السلوك. لعيبه كتير قوي انا يعني بحب وليد سليمان مثلا، يعني عنده قناعه وعنده ستر يمضي وهو سلام نفسي. انت مع الانتماء يا كابتن؟ انا ما هو انا كمان لما يبقى كابتن صالح هو اللي بيكلمني او كابتن خطيب معايا في الفرقه او كابتن علي، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى عبده، فريق مرتجي لما فريق مرتجي لما ياخدني ويتمشى بيا من النادي على رجليه لغايه وزاره التربيه والتعليم عشان يعمل لي استثناء عشان اخش في كليه. ايه يا جماعه انتوا بتقولوا؟ كل ده انت خدت ده النادي الاهلي بالظبط. لا انا متربي كمان على الاحترام وعلى كل حاجه، والحمد لله في شبعان يعني مش والعمليه ما كانتش عندنا فلوس، ربنا كان بيدينا عربيات بالقليل، بناخد 150 جنيه يا احمد، بناخد 150 جنيه مش رقم. بقول لك مع ذلك رقم تقسط عربيه من عند حسام فتوح وحسام يزق شويه يعني فاهم قصدي؟ يعني وحب الناس اللي هو لا يقارن. كلمتنا في الفاصل عن ان الحكام كانت بتقول لك هنعمل لك ايه، انت اللي بترقص وبتروح تحط نفسك وسط ثلاثه، ودي حقيقه. عندنا اخطاء تحكيميه شهيره جدا، بس في مباراه الاهلي والزمالك ايضا، لان البعض بيقول ان مفيش اخطاء تحكيميه في مباراه الاهلي والزمالك الا لصالح الزمالك. معانا كابتن شريف عبد المنعم، تقريبا خدت كوع محترم من الكابتن عادل مأمور. كوع بس، كوع وبنيات وبوكس. اهو يا كابتن اهو الكوع اهو. دي اللقطه، دي مباراه، دي دوري 84 85، هوب ادي الكوع. ده ما انا ايه اللي وداني عنده كمان؟ ما انا استاهل يعني الغلطه حطيتك برضه يا كابتن. انا على طول اقول لها اقعي اعمل ايه، بكلم الكوره وانا بلعب دي يعني. طبعا لا بيلن ولا انذار ولا اي حاجه. الماتش ده كان فيه كميه الكوره دي بقى وديت علاء ميهوب للجون، ما اعرفش ازاي اوف سايد دي، يعني انا مش عارف ده في بص كابتن يعني كان في لاعب لسه ده جون في اللقطه يعني فاهم قصدي انا؟ يعني الكوره كانت سهله وانا كنت بحب علاء قوي ومتفق انا معاه على طول. اقطع ومالكش دعوه هتلاقي الكوره قدامك يعني اتفضل. لا مغطي، ده في واحد هيظهر. بص يعني كابتن علي لسه ظاهر في الصوره والكره اتلعب، هيطلع واحد من الزمالك دلوقتي كان بايت في ال 18 تقريبا. طبعا كره ما فيهاش اي تسلل، دي في اخطاء مباراه للقمه كان فيها هدف وركله جزاء كمان، هي لمسه يد في نفس المباراه، كل دي ثلاث اخطاء في مباراه واحده يعني. وده جون 100 100. طبعا محمود عثمان الله يرحمه. لا ده حكم تاني. خلي بقى يا كابتن بعد الفار دلوقتي لو المفروض بيشوف كل الكلام ده الاخطاء بتزيد. لا ده هو عنده جول رقص فيه، ده جول بقى مش بس اتلغى له، ده خد انذار ان هو رقص اللعيبه. انا عايز اشوف كابتن خطيب بيروح لحكم ويكلمه يقول له ايه هو في ايه، قال له انا مش فاهم. هو عمل كره مباراه الاهلي والسويس، انا كنت يعني ادي نص الملعب اهو وانا واقف هنا والكره اتلعبت كده وانا عديت. اول واحد جالي زي محمود علاء امبارح كده ما لحقش، رحت واخده طلع بره زي محمود، رحت ماشي رايح للجول. عملت نفسي احطها ورحت لامم زي صلاح محسن. خلينا بقى نتكلم ايه ابديتنج عشان الناس تبقى فاهمه. ورحت لمه وبقى الجون فاضي وبعمل كده، لقيت واحد جاي لي بقى هديه، الباك ليفت جاي بيغطي، خفت تحت نعملها يروح مطلعها، رحت عامل كده رحت قاطمها تاني، راح هو متزحلق وخبط في العارضه، رد واخدها وجه الجون عليا، رحت زي ازقه كده وسقطه. جول.
وراجع بقى ايه بقى فرحان جول حلو. ايه بقى طرحت فرحه مين؟ راجع رونالدو برضه اتصدمت وانا راجع كده لقيت بدل اللعيبه ما بتيجي لسه بيجروا عليا وما اعرفش ايه بيجروا على الحكام لان الحكم بيجري اسرع منهم ورايح لي وبيعنفني وتيت انذار ما ما يصحش برضه يا كابتن. بصيت له كده فالكابتن خديجه راح قال له هو في ايه بياخد انذار ليه حاجه هو ما سالتوش ما سالتوش انا كنت بقيت 2-0 يعني مش فارقه. لا ما سالتوش اديتني انذار ليه؟ انا قلت له هو ده سوء سلوك كله هو قلت له هو في ايه يعني انا مصفر وانت مش عارف بتعمل وبترقص معنا انا مصفر. ده فعلا اهو الاهلي رغم ظروفه الصعبه يسأر لنفسه ويهزم السويس 2-0 بعد مباراه ضعيفه واللي كتبها طبعا كابتن اسماعيل البقري ده زملكاوي جدا واتكلم عن الهدف عن الهدف اتكلم واتكلم عن الانذار فعلا وطبعا كان الدور الاول يعني هو بيقول ان هو كابتن مش ممكن تجيب الحاجات دي منين لا عيب يا كابتن مش ممكن يكون صفر يا كابتن قبل مش ممكن يكون صفر وانت في نص الملعب على حاجه مش قصر قصر تمريره طويله من الخطيب وصار في طريقه وراءه احد المدافعين راوغ الحارس محمد مرجي ومن بعده الظهير مجدي فريد وسدد الكره داخل المرمى دون ان يحتسب كاسب حامل الرايه اي شيء وكانت المفاجاه الغاء الهدف لا وكمان خد انذار يعني كابتن يعني كلامك بيطابق اللي اتكتب وقتها الكلام ما انت غلطان برضو يا كابتن ترقص كل دول ها ما انت غلطان ترقص كل دول انا غلطان ما رقصش الحاجه بنفسه كان وقع وما شافش حاجه يعني كان المهم بس في حته عايز اقولها لك في حكايه انتقالات اللعيبه من الاهلي للزمالك وحاجات دي اللاعب ما بقاش بينتقل عشان فلوس او ولا اي حد من عندنا راح لا اللاعب بيبقى عايز يلعب حزين على نفسه ان هو ما بيلعبش يعني عايز يكمل ولما بيروح يعمل ريفنج لنفسه اقرب حته من اقرب كيان ليك مين الزمالك يعني ما بيقول لك اروح هناك وما بيتوفقش انت بتتكلم مفيش لعيب راح وتوفى حتى اللي جاي من عندهم يعني خدت بالك نادرا يعني نادرا نادرا ان هو أسماء يبقى محدودة. يجيب جون مره مثلا مش لا اسماء انما تقدر تبني في حته تانية اسم بتاعك بس اللي انت بنيته في القلعه الحمراء بس اللي هي بال 100 مليون مشاهد بس جماعه ده ليه ثمن في تاريخ الحياه. طب ما انا عايش معاك اهو لحد دلوقتي وقاعد اهو بس عايز بس انت فاهم قصدي ده ما يسويش فلوس بس شريف انا عايز لا انا عايز اعرف من حضرتك انا اقف عند ده بس انا عايز اعرف على حته البنك الاهلي اللي بيفتتح نادي الاهلي بيفتح حساب في مين اللي بيقفل الحساب بقى يا كابتن اللاعب عمر النادي ما قفل حساب حد تصرفات اللاعب هو اللي بتخلي لا هتشوف اخلاق والله العظيم والله لا هتشوف اخلاق الناس المسؤوله في النادي الاهلي والمجموعه اللي بتبقى منتقاه ومختاره لمجلس اداره ايا كانوا مين مسكوا مش هتلاقي احسن من كده لان هم لثلاث ورقات احنا عايشين في حياتنا مبادئ والاخلاق والتطوير والحاجات دي كلها ما عارفين احنا بنها والعيله الواحده وما دي كلها ماشيه من 1907 بتورثها الاجيال يعني ده بشوات بيعلموا الناس بس خلينا يا كابتن لا قبل بس يعني عشان نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله هرجع لحضرتك انا بس محتاج اعرف اللي اتنقل من هنا لهنا سواء من الاهلي للزمالك ومن الزمالك الاهلي حضرتك قلت فيه اسامي يعني نادرا ما توفقت بس خلينا نعرف الاجابه بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن شريف عبد المنعم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وجينا للفقره الحقيقه اللي احنا بننتظرها وحضراتكم كمان بتنتظروها معانا فقره السحور ونرحب بشيفنا طبعا الشيف الكبير محمد عباي اهلا بيك يا شيفنا. الله يخليك ازيك يا كابتن اهلا بيك يا طيب عامل لنا ايه النهارده بقى قول لي كابتن شريف كل سنه وانت طيب انت طيب في الكل ربنا يخليك اخر سحور في رمضان لازم يبقى مميز يا شيف اكيد طبعا احنا لسه بكره عندنا الكحك طبعا عندنا الكحك بكره عندنا كحك ولا بكره بسكويت في النهارده ولا بكره لا بكره ان شاء الله نجي لك بكره تاني نجي لك تاني ان شاء الله ان شاء الله طب النهارده ايه الاخبار الطعميه ايه والفول لا النهارده كله مظبوط كله تمام كابتن شريف وثق على الطعميه الريحه بانت الريحه بانت اساسي كابتن شريف تمام تسلم ايدك يا شيف وان شاء الله يبقى اكيد هنتكلم عن الطيبين نروح بقى لكابتن شريف كان بيتكلم عن الحادثه وكنت لاحظت الم الحادثه وانت بتتكلم عنها لكن كان في هدف بعد الحادثه اعتقد لا تنساه وكان رجوع ليك من جديد للتهديف اعتقد له ذكرى معاك مختلفه بعد ما رجعت كابتن جوهري رجعت سجلت تاني في النادي ولقوني بجري في الملعب ما صدقوش قالوا طب نشوف نجرب طب ما تشوف انت كده انت اللي بتجري ده كابتن كنا بنلعب فرقه الكروم اول ماتش في الدوري سنه 83-84 ودي كره اتلعبت بالعرض وقلشها علاء ميهوب وانا دخلت بشمالي ورحت حاطط الكوره ده اول مباراه العبها بعد الحادثه وسجدت امي الله يرحمها ووالدتي قالت لي لو جبت جول النهارده اسجد لربنا شكرا ونعم فالكلمه بالجول بالبتاع في ودني
رحت ساجد لربنا. جاي من جاي من من زي ما بيقولوا من تحت الصفر. مفيش. لما قالوا للدكتور شريف هيسكور توداي وفيق مكاوي الدكتور اللي كان معايا يعني عمل مجهود كبير قوي معايا بشكره. قال له يا ساجده بص احنا مركزين على الساجده واحتفالك وجايبين لك ده محمد عامر ومصطفى عبده عملها براسه بالعرض وعلاء قلش عشان انا اجي ادعي له بقى للقلش اجي انا من وينج ليفت بحطها في البعيد اعتقد خبطت. تحس يا كابتن هديه ربانيه. هديه ربانيه يعني ربنا سبحانه وتعالى حس بيك. داخله جت رايحه الناحيه الثانيه. هو برده دي بقى جول انت عملت تقول زي صلاح محسن ومش عارف زي ده جول بقى زي مين الجول هون ده اللي انت جبته ده زي مين زي شريف عبد المنعم ده دي حاجات بتبقى رايحه كده هاند ميد ده صناعه يدويه بتاعنا ربنا هو اللي بعته. فرق معاك الجول ده فرق جدا. الجوهري بص كده وغيرني برده وعطيني بقى قال لك خلاص طمنا. هو نزل الملعب وربنا رزقه وخلصت له ماتشات كتير قوي. يعني اصعب مباراه يا كابتن انت مريت بيها في حياتك كانت ايه؟ مباراه ايه لها ذكريات معاك صعبه مش قادر تنساها؟ هو كان في مباراه انا ببقى قاعد بعد الحادثه والاهلي متاخر بهدف وبنزل 20 دقيقه فلازم تعمل مطلوب مني اعدل النتيجه. فكانت مباراه الاهلي ومقاولين العرب. المقاولين عرف في عزه بقى يعني كلهم محترفين تعتبروا عبوده وحمدي نوح والشيشيني وعبد الرزاق وبيل انطوان وجمال ورا وما اعرفش جمال عقاد كان موجود برضو لسه. كان في الفتره دي المقاولين يعني بطل ده المقاولين بطل كان بطل بالظبط وفرقه لا تقهر واحنا بنلعب 10 طلعت مدحت رمضان وناس 20 دقيقه. الاوردر ايه يا كابتن جواري؟ قال لي اديك شايف انزل اعمل اللي انت عايزه. نزلت اول كره علاء ميوب بس الظاهر كان اوفسايد ولا ايه جبنا جون 1-1 ده اتلغى. حمدي ابو راضي شاط شوطه ده راح توقع من ايد بتاعه داخله جون 1-1 بلانتوان. ابتدينا بقى رحت انا كنت باني الكابتن بقيت لما نزلت سلمت على شيشيني متهيألي ولا مش عارف مين كان هو الكابتن سعيد الشيشيني قلت له جيم از اوفر يعني ماتش خلص اكسترا تايم بقى واحنا بنلعب 10 طول الماتش خلص كسبناهم 3-2 ما تحبش تخسر لا واضح بص لا 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 هو صغير انا بلعب 10 انا بلعب ونج ليفت وهاف ليفت وباك رايت وباك ليفت كلنا فرمت ال 10 في بعض كده طلعت 100 واحد افتكره كمال بيه حافظ قال لي يا ابني انتوا رفعتوا راسنا النهارده بعد الماتش واحنا مروحين برافو 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 رفعتوا راسنا النهارده. كان ماتش دمياط اللي خدنا فيه العربيه اللي كان كابتن الخطيب مصطفي احكي لنا برضو المباراه دي وذكرياتك معاه. كابتن الخطيب كان متعور واحنا كان ظروفنا في الدوري ده صعبه يعني ما بنكسبش على طول نكسب ماتشين نتعادل ماتش كده ما بنخسرش ده عندنا تعادلات ساعات. فمستر كاوتشاي هيموت عايز الخطيب يلعب. فدخل في الهاف تايم 0-0 قال لك فين بيبو؟ بيبو فين؟ الخطيب فين؟ اول مره نسمع صوت الراجل. فالخطيب قلت له بقول لك ايه يا بيبو؟ انزل اقف في الملعب بس هنكسب. وقفتك بس في الملعب هتكسبنا. والله العظيم ثلاثه. كان بيمنحكم ثقه كبيره يا كابتن هو الخطيب. طبعا يعني في لعيبه بتبقى معاك في الملعب شالت عني لا بتبقى موهبه شالت المسؤوليه بيبقى موهبه انا بقيت العب بقى رايح جاي وبتاع وما اعرفش ايه وكل الناس اول ما بيلمس الكوره الدنيا كلها بتهيص متعور مش متعور ليه تاتش ليه ملكه الماتش ده خلص عنده موهبه لغايه لما والحقيقه اللعيبه محترمه بتاع دمياط حاسه برده ان هو متعور ما كانش فيه حد لعبت كوره محمد عامر وجريت عشان يلعبها لي بالعرض راح محمد لاعب الكره بالعرض جامده جدا وراحوا ضاربينه يا عيني في رجله طلعوه بره والكره وانا جاي قال لي لسه هلعبها راحت خابطه في الارض كانت وحشه قوي راحت خابطه في الارض فالجون طار عليا وراحت داخله في الجون يعني ما حدش لمسها الارض هي اللي عدلتها وكسبنا الماتش ده 1-0. انا هقف عند نقطه انت قلتها مهمه جدا اوجهها للجماهير. الكابتن شريف عبد المنعم وهو بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب قال نقطه مهمه جدا بغض النظر عن فكره ان وقوفه في الملعب هيكسبنا قال شال عننا المسؤوليه. الناس اللي بتقارن لاعبين مهاريين في الفتره الحديثه وبيتكلموا عن فكره الاهداف وعدد البطولات وبيقارنوا بالكابتن محمود الخطيب اعتقد لما تلاقي حد بيتكلم عن بالشكل ده ويقول لك ان الكابتن وجوده بس شال عننا المسؤوليه لما تلاقي حد من المهاريين دول عنده نفس المسؤوليه دي اللي توصل لمرحله ان اللاعبين يلعبوا بالحريه التامه وقتها ممكن تقارن
مع موسم واحد من مواسم الكابتن محمود خطيب اسطوره الملاعب المصريه. عايز اكد حاجه على حضرتك في الكلام اللي انت بتقوله، مش واجب ان انا لاعب سريع وبلعب محترف بره وابقى انا اسطوره او انا عملت ليجن. انت اجتهدت نفسك وبرافو عليك، زي محمد صلاح مثلا كده، تعمل وجود حلو قوي. انما انا هتجيب لي حرفيات ومواهب، لعيب زي الخطيب كويس، وزي علي ابو جريشه وحسن شحاته وزيزو، يعني فاهم. انا اقول لك بقى لعيبه كانت ايه، تقعد تتفرج عليها كده بس، وما سبقكم كمان كان من اجيال كمان كان لعيبه قصه تانية بيتعاملوا مع الكوره دي تعامل رباني، دي مواهب. يعني ما تقارنيش حد بحد، لا ده ليجن. هي ذا ليجن بالظبط، هو من احسن من تعامل مع كره القدم. يمكن يعني ده تقدر تتكلم على ميسي كلمه واحده؟ لا طبعا. طيب انا ما اقدرش اتكلم على خطيب كلمه واحده بالظبط، اما اتكلم على الموهبه لا يختلف الكيان الثاني حسن شحاته، ما اقدرش ادبل الكلام ده، تاريخ ولعب بره وجوه وحكايه لما تقعد تلعب معاهم كمان. الفهد اللي كان اسمه علي خليل اللي ما خدش حقه في حياته، ده حقيقي فهد طياره. لا ما انا عرفت ليه ما خدش حقه لما انت قلت ما عندوش ابراهيم يوسف زعل ان انت جايب 150,000. لا يعني لا، كان في ناس في الملاعب كل واحد ليه شغل وكده، وتعلمنا من ناس وحاضر يا كابتن وما اعرفش ايه والكلام ده. انما والله العظيم ثلاثه، مش عشان انا كابتن محمود الخطيب زميلته في الملعب، حظي كويس ان انا زميلته وانا اصغر منه بخمس سنين. التاتش تقعد تتفرج عليه انت بتلعب معاه، صفوت عبد الحليم، طاهر الشيخ. انا بعشق علاء ميهوب ليه؟ لانه بيكمل لي طاهر الشيخ في الملعب. اما اقطع من كده بص ليه ازاي احطها له واقفها، وايه البرود ده يا علاء، ويرقص الجون يا عم حط الكوره. يعني كابتن علاء موجود. علاء عنده ملكه كمان جميله وانغمس بسرعه. اول ماتش قلت له انزل، اللي يلعب في الدرجه الاولى فوق اللعب سهل قوي، العب لعبك كل الناس هتخاف منك. خد بالك انت قلت له انزل رقص حشي حتى بس واحده وهتلاقي نفسك طياره في الملعب. انت قلت نجوم عظيمه واتكلمت عن المهاره العامل المشترك بينهم، هل ده تاثيره للكره الشراب اللي اختفت حاليا من الوجود دي؟ هنسمع اجابتك على السؤال ده، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع طبعا مع الشيف والسحور اللي مستنيه كابتن شريف عبد المنعم، ونشوف الفلافل ظروفها ايه، ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، واخر سحور معانا هنا في برنامج الاهلي في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اقتحمت المكان يا كابتن هيثم المره دي. نعمل النهارده بقى ترفع لي انت، انت كل مره كنت بتيجي بتستغل الموقف بهجم على طول طبعا. خلي بالك انت هنا هتبقى اللوكيشن بتاعك، الريحه بتبقى جايه عليك الاول، ما انا شامل. فبتفتح نفسك وبعد كده تيجي بقى ايه، تلاقي نفسك جاي مستعد للاكل. جاي اقتحم بقى. كابتن شريف شامم ريحه الطعميه ولا ايه؟ انا شامم ريحه الطعميه، والحقيقه محمد عامل شغل جامد قوي طبعا. يعني بس اوعى تمد ايدك الكابوتشه دي والنبي. كل حاجه تتساب وكله تمام تحت امر حضرتك يا كابتن شريف. حبيبي طعميه وكله. بس بعد اذنك بقى وسامحنا، احنا في منطقه ما دخلناهاش خالص بعد اذنك. اتفضل. الا وهي التمثيل. الناس ما تعرفش برضو ان حضرتك ليك سابقه مع مع التمثيل والفن. كلمنا عنه. ما الحادثه هي سبب التمثيل. طب ازاي؟ دي ازاي؟ طيب الفتره اللي انا قعدت فيها برجع تاني، اتقابلت مع حد قال لي تحب تمثل مش عارف ايه، قلت له انا ماليش حاجه قدامي 6 اشهر. اجي لك فيلم ويجي لك مبلغ كويس محترم كده. مين بقى اللي قال لك؟ كان خليل عثمان، كان منتج الشركة سمع عربية. هو كان صاحبك لا يعني هو قاعد معايا إيه؟ تعرف عليا في اسكندرية كده، وكنت انا بقعد اقلد السادات ومش عارف ايه، بحب السادات قوي. طب ما تدينا بقى نقطة، تدينا حتة كده. لا الله يرحمه بقى، ده لا يقلد. طبعا العظيم. يا أسامة قلت لك قبل كده. فشاف التقليد قال لك بس ده يبقى. فهو قال لي تمثل يا شريف ومش عارف ايه، قلت له مثل يعني. وجاي وعملت فيلم سنة 83 انا واستاذ عزت الله يرحمه عليلي وليلى علوي ومحمد الحلو. انت كنت بغني اغنيته دلوقتي يعني. ايوه كان صوتي حلو وانا بغني صح. وبعد كده شفت التجربه دي وخلاص، ورجعت لعبت كوره تاني لغايه لما بطلت. دخل عليا بقى اهلاوي تاني، مخرج ونبيل صاروفيم وكاتب وصحفي وبتاع. قال لك ايه؟ قال لي بقول لك انت ما خدتش حقك في التمثيل، تعالى نعمل فيلم. واداني فرصه الحقيقه وعرفني على السينما اكتر.
كان فيلم عودة الهارب. حبيت التجربة دي؟ هو اللي حببني بصراحة في الدنيا، وقال لي انت عندك امكانيات وانا بشكره كمان يعني. فجاي واحد صاحبي قال لي احنا عايزين نعمل فيلم تاني، انت بقى بعد انا بطلت بقى خلاص عندك وقت، اشتغل بقى مع مصطفى علي في الكهرباء ومش عارف ايه علاقات عامه بتاع والسينما، اشتغل شويه مع محمد عايش في الحديد. ما فكرتش يا كابتن تعيد التجربه في الوقت ده؟ ما هو الخروج بتاعي من فيك شبه من محمود قابيل شويه. يا ريت والله يعني. شوبير امبارح ولا النهارده بيساني بيقول لي لا هو جالك دور اب هتعمله دلوقتي، قلت له غلاوتك والام كمان. قلت له لا يعني ايه يا شوبير، بس خلي بالك في انت مش شايفني جان لسه ولا ايه؟ بس خلي بالك في نجوم من النادي الاهلي خدوا تجربه التمثيل العظيم طبعا كابتن صالح سليم، ويعني يعني كان في تجارب قبل منك، فده برضو ساعات ممكن يحطك في مقارنه او يحطك، بس انت ما قلقتش دخلت. انا عايز بقيت لواء في السينما، عملت 3 4 ادوار ضابط. جاي الضباط يقولوا لي هو انت كنت معانا في كليه الشرطه؟ انا حظي ان انا ما دخلتش على ادوار احمد رمزي ومش عارف ايه، يعني لو كنت عملت الحاجات دي الجان بقى جمال هو العيال مع عضلات والمفتولات كان نفسك تعمل انت حاجه زي دي. حاطينك في دور الضابط بس فقط لا غير، بتترقى بس من فيلم بتترقى من مقدم لعقيد جوه السينما. اخيرا بركان غضب رئيس مباحث الارهاب وحاجات. طب ما طبيعي ان انت دلوقتي تبقى متقاعد يا كابتن. انا اللي زعلان له قوي ان فيلم الاختيار ده طلع بقى من تحت ايدك يا كابتن. ده ازاي يعني كل الضباط دي وحضرتك موجود؟ طب ازاي حدش بص على التاريخ قبل كده؟ وكمان حضرتك جامع يعني. لا دي فرصه كابتن هيثم ان احنا نوجه رساله للنقد بترميمي صناع السينما في مصر، رساله للمخرجين وصناع السينما في مصر. الكابتن شريف عبد المنعم جاهز يعمل دور الاب والام. حضرتك اللي قلت مش احنا عشان بس السينما عدلت شويه غيابي عن الكام سنه اللي انا ما قدرتش العبهم في الكوره اللي اتحرمت منه. قال لهم قالت لي اللي يلعب هنا ما يلعبش، فربنا ادانا افيشات ثانيه. بس مين يا كابتن من وجهه نظرك لعيب الكوره اللي لما مثل افضل اداء؟ هو صالح سليم كاريزما كبيره، ومنها في عز الدين ذوالفقار كمان المخرج ده ومقصد مين يعني نجات ونجات يجيبوها كمان، فتلاقي التركيبة بالموضوع بالشكل مخترق انك انت تحترم كل حاجة فيه. اكرامي كان دمه خفيف جدا. انا مع عادل امام طبعا لازم يبقى غصب هيبقى دمه خفيف يعني مش هروح في حتة. محمد عبد العزيز مخرج يعني. فانا بقى اللي ما خدش حظي مع بركات مثلا زي ما كان عز الدين ذو الفقار مش ايام بقى نادر جلال مثلا ما خرجليش الله يرحمه. حضرت ابنه اشتغل معايا مساعد مخرج في بركان الغضب، كنت انا المنتج المنفذ وانا الممثل وانا اللي كاتب وانا اللي عامل كل حاجه يعني، وعملنا فيلم على القضيه الفلسطينيه حلو قوي يعني. فالسينما حلوه، بس انا ما كنتش داخل السينما بس عشان نحدد عشان ابقى ممثل. انا دخلت حاجه وعايز اثبت ان لعيب الكوره يقدر يمثل. لا انت كنت عايز تخش كممثل. انا انا يعني ظروف الانتاج، ظروف ان انا اتعرفت على بس انا مش داخل ان انا عايز ابقى بيج ستار. انا اوريدي جاي لهم ستار بالظبط، فما بدورش على حته انا عايز اعرف النجاح ان ده بيعرف مش ما يعرفش. صحيح صحيح. فكان في حته يقول لك لعيبه الكوره ما تعرفش تمثل. انا اكتست الحته دي بشويه لدرجه ان انا عملت مسلسل اسمه كومي، خدت افضل ممثل في المسلسل ده. في المسلسل بس مش عايز اقول لك كنت بعمل دور ايه يعني، حكم دارت سعيد. كنت بقبض على ادم الشرقاوي حاجه زي كده واعدمه في وسط يعني قعدت طول الفتره طول يعني المسلسل مش دور ثانوي دور رئيسي. والله اللجنه بتاعه كان ايامها وزير سياده الوزير صفوت الشريف هو الوزير لما لا غسان مطر كلمني قال انا بستلم الشهاده بتاعتك احسن ممثل، انت ايه عملت فينا ايه؟ عملني كده. ما صدقتش. قلت له انا عملت الصح. قلت له عشان تعرف بس. بس واضح ان حضرتك حبيت التجربه دي يعني كواليس الفن زي كواليسكم كده هنا وكواليس الدنيا دي. لو اي واحد مشي من العمل بيبقى زعلان جدا. الكواليس دي حلوه قوي انك بتعيش في الدنيا بتبدع. صحيح. انت بتعمل حاجه وهم وتخليه حقيقه والناس تصدقه، تخلي الوهم اللي هو مكتوب والورق الناس كلها طايره بالاختيار ليه؟ وراني الواقع شكله. صحيح. ويمكن كان الواقع امر كمان. ففي حاجات وناس ترفض حاجات تانية
مين الممثل؟ ممثل بقى مش لعيب كوره، مين الممثل ان انت كنت شايف ان انت عايز تبقى زي الممثل ده، او ده الممثل رقم واحد المفضل بالنسبه لك؟ لا يعني كل رشدي اباظه مثلا تقعد تتفرج عليه ما تزهقش، عمر الشريف تقعد تتفرج عليه ما تزهقش، تبقى قاعد ما تشوف فيلم مره واثنين وثلاثه، حسن يوسف واحمد رمزي ممكن تشوف المجموعه دي كنت تبقى مبهور بيهم. واخد بالك انا كنت هيثم هو بيدور على الواد الشقي. لا 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 ده انا احمد رمزي اللي خرب عليا حبي لعادل ادهم. الله يرحمه. اللي وداني بقى للسينما الحقيقه وبقيت اتمعن ازاي الراجل ده بيمثل، احمد زكي الله يرحمه. يعني ده الاسطوره بقى. ده يعني بياخد النفس ازاي، بيدور ازاي في الكادر، مش عارف ايه، بنتعلم حاجات معينه. بيمثل بظهره. بيقولوا بيمثل بظهره. انا ما جاتليش الفرص دي كمان، واحمد زكي عرض عليا في فيلم السادات ان انا اعمل دور الضابط اللي هو يا ريس في الاخر خالص. هيقتلوك يا ريس، والامن المركزي بيضربه بالعصيان والحاجات دي وبيجري. فروحت قلت له بعد ما بيضحك مدار ارجع لتاني الضابط. لا 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 مش كده، لا بعد ما ترقيت. لا احنا كنا جايين اصلا عشان انا ومحمد عايش ان احنا ننتج عن طريق ناس في فرنسا كنادي بلوس عايزه تنتج فيلم. ما قلنا السادات وما اعترضوش على احمد زكي، قالوا بس تبعتوا السيناريو، وقاعدين بنتكلم في الانتاج. قال لي بقول لك ايه، انا عندي دور في الفيلم ده وكان ملهم قوي بعبد الحليم حافظ، عايز يعمل عايز يديني انا انتج عبد الحليم وهو مالكش دعوه بالسادات، بس انت هتعمل معايا دور الضابط اللي جاي يقول لي يا ريس الحق يا ريس هيقتلوك يا ريس مش عارف ايه، وتخترق البتاع دي كلها. فانا بقى كنت اتوتكت بقى في السينما وما اعرفش ايه، وكان هو صاحبي ايامها قوي. قلت له بقول لك يا ابو حميد، يعني انت تقعد ساعتين ونص تمثل ويجي الواد يجي الواد الضابط ده يا ريس ويتدرب بالعصيان وياخد منك السكسي ويمشي وانت ساعتها تموت وابقى انا الهيرو وانا الناس كلها هتفتكرني انا مش هتفتكرك انت، راح لاغي الدور. لا لا عايز اقول لك بقى ايه، قال لي ايه؟ قال لي انت بتتكلم جد؟ انا ازاي ما خدش بالي الموضوع؟ قلت له لو عيل صغير عامل الدور هياخده ويجري بالله. بس خلينا بقى نطلع من الجو ده، لان الصراحه الريحه يا كابتن بقى بامانه الريحه جامده. هو بيحط لي الطعميه جنبي يستفزني. صحيح يا كابتن صحيح. خلي بقى حضرتك الوقت كمان عدى معاك بسرعه جدا يا كابتن. انتوا جمال حبيبي يا كابتن، كنا سعداء بالفعل ان احنا موجودين مع حضرتك، وانا كنت سعيد بشكل شخصي يا كابتن هيثم ان انا موجود معاك خلال فتره رمضان. ده الشرف ليا يا استاذ احمد، ده الشرف ليا بالتاكيد. وسعداء ان احنا كنا مع جماهير النادي الاهلي. بالتاكيد اي حد بيتواجد تحت شعار النادي الاهلي في اي ظرف من الظروف بيكون بالفعل سعيد جدا، تشريف وتكليف في نفس الوقت. بنشكركم وان شاء الله انتظروا بكره الاهلي في رمضان مع كحك العيد بقى مع الشيف، ونشوفكم ان شاء الله على خير بعد رمضان ان شاء الله. سلام، كل سنه طيب. كله يهدي معايا.